مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله أيامكم كلها تكون أيام حلوة وجميلة وبركة وضحكة زي ضحكة نسرين اللي معنا اليوم. شكرا دكتور جمال، تنعاد عليك يا رب. اليوم طبعا زي ما عودتكم نسرين وأنا بكون معها، راح نحكي عن جمال التراث والفولكلور والثقافة. اليوم حنحكي عن موضوع شوية إله نغشة، إله فرحة، إله ذكريات، إله كلام كتير. بدنا نحكي اليوم عن الشام، وأخونا وصديقنا حبيبنا محمد التميمي غششنا وكتب لنا شوية شغلات حلوة، بقول لك: آه يا شام، ما أحلى ذكراك، وكل ما فيك أزهى في محياك، عشقت فيك الجمال أينما التفتت عيني، رأته باد في ثناياك. بعد طول انتظار وشوق لعطر الياسمين، هذه الشام تطل علينا بشعرها المفرود على نهر بردة، تعزف أحلى الألحان وتغني بصوتها الملائكي الساحر الجميل الممتد عبر الأزمان. خلينا اليوم نسمع بلابل بتغني لنا من سوريا، بدها تضيف ريحة سوريا من الجزيرة للبحر لتحكي لنا عن حضارتها، من الأسكندرونة لدرعا، بدها تحكي لنا عن كل زاوية وحجر، عن كل جمال في هذه المكان، من تدمر لقلعة الشهباء، راح تمزجنا بأهازيج الجزيرة وتبحر فينا بأمواج البحر عشان نوصل لكندا. خلينا نرحب بربا زوزو، أهلا وسهلا فيكي، وتماضر الخطيب، أهلا وسهلا فيكي، منورين. أنا اليوم سعيد بين ثلاث جميلات، سأكون جميلا جدا إن شاء الله، لأني بفتخر بثقافة أهل الشام. سوريا يعني لو بدنا نحكي بدنا 20 حلقة 100%، يعني أقل من هيك ما في، بس بدنا نحاول اليوم نختصر ونتكلم عن بعض الجمال الغنائي والتراث الغنائي السوري. أهلا وسهلا فيكم، بنرحب أهلا فيكم فيك. جميعا. أنا حعمل شوية شغلات إنترنت، هخليكم مع نسرين. يلا تفضلي. يا مساء الجمال، عم تسمعوني؟ عم تسمعوني؟ ايه سامعاني منك. بس لحتى اتاكد انه الصوت عندي مزبوط. اول شيء انت كيف كل عام بسمع وانتم عندك منيح؟ بالف خير، كل عام وانتم بالف خير، كل عام وانتم بالف خير لكل مشاهدينا وين ما كانوا، بكندا، بالقاره الامريكيه الشماليه، وين ما كانوا، بكل القارات، بكل بلاد العالم. تنعاد عليكم يا رب بالصحه والعافيه والبركه. ونحن الليله حلقتنا مميزه، اصلا ما فيك تقول كلمه سوريه الا ما تبتسم. هيك الابتسامه بتحس بفرح، حتى بتشم عرق الياسمين من الشام، بتتذكر القدود، يعني كل الشغلات الحلوه والاكل الطيب والناس الطيبه بتطلع من سوريا. انا دائما بقول سوريا هي الاصل. يمكن في ناس بتطلع في انه كيف قصدك، شو قصدك؟ بقول لهم سوريا هي الاصل. فكرمال هيك حبيت ارحب فيكم جميلات سوريا لنحكي عن الثقافه السوريه، تحديدا الموسيقى او التراث السوري. فاهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الليله من جمال الحوار. وحابين نبلش معكم هيك بشويه اسئله. دكتور جمال، شو بتحب نسال؟ أول شيء بدنا نقول لكم مساء الخير. نحن تفضل. يس يعني أنا راح مسي عليكم شوي بالشامي. نحن بالشام بنقول يا مساء الخيرات والليرات والياسمينات وهيك بيمسوا على بعض، فريتوا مساء الخير. وكل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله هيك الأعياد الجاية بتكون إيجابية ونكون بظروف أحسن. وكتير شكرا على الاستضافة، يعني شو بدنا فخر أكثر من أنه نقدر نحكي عن بلادنا الحلوة مع الدكتور جمال ومع نسرين. تماضر. تماضر. كل عام وانت بألف خير. شكرا كثير دكتور جمال على هاي الاستضافة الحلوة، شكرا نسرين على التقديم الحلو، إن شاء الله تطلع سهرة ممتعة والناس ينبسطوا فينا ومعنا إن شاء الله. أنا اسمي تماضر الخطيب من سوريا.
نصي من حلب ونصي من النبك. معناها وصلنا لحلب، حلب بلد الموسيقى يعني، معروفين اهل حلب. طيب احنا بدي انا بدي ابدا بس بمقدمه بسيطه. اول شيء هذا البرنامج اللي بتقدمه نسرين جمال التراث هو بتكلم عن، او نسرين بتحبي تحكي انت عنه احسن، بكون تحكي عن البرنامج للجميع. الحديث عن سوريا او التراث السوري يعني كبير وعميق ومتشعب ومربوط ببعضه وتاريخي، يعني يمكن لو بدنا مش حلقه واحده بدنا حلقات، لانه احنا عم نحكي عن تراث بلد كبير وعريق تاريخيا، عم نحكي عن تراث مش بس انه عندك حلب وعندك الشام وعندك دير الدور وعندك يعني كل منطقه وإلها تراثها بهالبلد العظيم البلد الحلو. يعني يمكن حلقه واحده ما راح تكفي، لكن نحن الضيفتين الجميلتين اللي معنا الليله هن فعلا من قلب الحدث. يعني نحن بنعرف انه طبعا الاوركسترا العربيه الكنديه كنا مستضيفينكم، ما عدا تمادر طبعا كنت معنا يمكن على التليفون، حكينا عن الاوركسترا العربيه الكنديه. فشوفوا قديش يعني قديش الجذور مهمه، جذور الموسيقيه لحتى الاستمراريه لهالتراث المستمر. فاكيد يعني الليله رح نحكي بكثير مواضيع شيقه، وهيك نسمع كمان أغاني حلوة من التراث السوري كمان، ونعرف الناس على الجانرز المختلفين من التراث السوري، إن كان من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها. طبعا نحن بنعرف أنه حتى التراث يتأثر بالتأثير المناخي، يعني كل ما رحنا على بيئة صحراوية بيكون نشي، وكل ما رحنا على بيئة قريبة على البحر، كل ما طلعنا على الجبل، كل ما كنا قراب من مناطق تاريخية بيكون كمان في تأثر يعني الحكاية أو القصص القديمة كمان كلها يعني بتتأثر فيها التراث. فعشان هيك رح نكون فضلك. شكرا. لا ما عم قول مزبوط صح، يعني التراث بيتأثر بالمناطق المحيطة 100%. ربا احكي لنا لو بدنا نقسم الفلكلور أو الغناء السوري لعدة أقسام، يعني ايش بنقسمه مثلا؟ هل بتختلف دير الزور عن درعا؟ هل بتختلف دمشق عن الحسكة؟ هل لاذقية بتختلف عن حلب؟ 100% اللي ذكرته صح تماما. يعني سوريا هي بلد غنية بالتنوع الجغرافي والتنوع القومي كمان، فيها مجموعة قوميات كبيرة ومرق عليها الحقيقة حضارات كتير. يعني من 4000 سنة قبل الميلاد سوريا فيها مرق عليها حضارات وأقوام وكله أثر ببعضه. فنحن فينا نقسمه إذا بدنا نقول جغرافيا، ففي عنا المنطقة لتسي حلب، وفي عنا دمشق، وفي عنا الساحل السوري. حتى الساحل تخيل بينقسم، إذا عم نحكي فلكلوره وتراثه وعاداته بتنقسم لمنطقة الساحل اللي على البحر ومنطقة الساحل الجبلية. It's totally different. في عنا المنطقة الجنوبية اللي هي فيها سويدا وحوران، وفي عنا منطقة الجزيرة اللي هي طبعا أقرب لتركيا وللعراق. يعني كل منطقة في إلى روح خاصة، في إلى تقاليد خاصة، وهذا كله بيأثر على موسيقى من البيئة اللي موجودة الناس فيها، من الدول المحيطة as well. وفينا كمان نحكي شوي إنه مو بس تقسيم جغرافي للموسيقى السورية والفولكلور السوري، هو كمان تقسيم تاريخي لشو مرق عليها. يعني مرق على سوريا، خلينا نقول مثلا في عنا الحضارة الآرامية واللي عملت بعد اللغة السريانية واللغة الآرامية، وهلأ يمكن تيما حتحكي عنا شوي الآرامي والسرياني، وكان له موسيقى طبعا واللي لا زالت لحد اليوم. الترتيل السريانية هي ترتيل الكنيسة، يعني ترتيل معتمدة. هاي الحضارة مرقت على سوريا. في عنا يمكن هلأ حنبلش كمان بقبل اللي هو عندي مملكة أوغاريت ورأس شمرة، وبعدين إجا الفتوحات الإسلامية صار في عنا نوع موسيقى مختلف تماماً، ودخلت الموسيقى الشرقية أكثر والمقامات الشرقية لأنها ارتبطت شوي بالأشياء الدينية. ففي عندنا تقسيم تاريخي وإثني يعني، وفي عندنا تقسيم جغرافي. وأكيد الأتراك لأنه أنتم برضو قريبين عليهم أثروا بالحكم العثماني والفترة. أوكي ممتاز. طيب أنا بس بدي أضيف شغلة، يعني مثل ما حكيت ربا
تعدد الحضارات وتعدد الأديان والثقافات والقوميات اللي موجودة بسوريا خلاك تمشي بسوريا، ويعني كل شبر بسوريا بينطق ألف حكاية وحكاية، كل شبر فيها بيحكي عن تاريخ عريق، تاريخ يعني يمتد إلى 4000 سنة قبل الميلاد. بنلاقي اللي بيشهد على هذا التاريخ، القلاع، الكنائس، يعني ما في مدينة ضيعة بسوريا إلا فيها آثار بتكون شاهد على العمق التاريخي والحضاري اللي مر على هاي المنطقة. فبتلاقي يعني ضيعتين جنب بعض مثل نبك ويبرود، درعطية، المعلولة، يعني كلهم هيك مدن صغيرة جنب بعض، وفي منهم ضيع حتى، وكل واحدة فيهم فيها قلعة، فيها كنيسة من على زمن العثمانيين، الرومان، يعني تعدد الحضارات أدى إلى تعدد الثقافات، أدى إلى تعدد اللهجات، وهذا الشيء حنحكي فيه بتفصيل أكثر خلال الحلقة إن شاء الله. أنا بس بدي أركز على شغلة، إنه في كنار تي في إحنا بنعمل هاي الحلقات عشان نركز على كل الثقافات اللي موجودة في الوطن العربي بغض النظر هم عرب أو مش عرب. كان عندنا حلقة عن الأمازيغ، وحابين نستضيف ناس أكراد، أرمن، سريان، دروز، يعني شركس، أي حدا بحب يظهر ثقافته اللي إحنا بننتمي جميعاً إلها في الوطن العربي بنتشرف فيه، فيتواصل معنا أكيد بنكون مبسوطين كتير. طبعاً ما شاء الله كل بحيي فيكم وأهلا وسهلا فيكم. تحياتنا للكل، عن جد قديش سعيدين لما الناس بتحضرنا وتتفاعل معنا، حلو نتشارك هالأفكار مع بعض. بدي أبعث شكر خاص لكل اللي عم يحضرونا من سوريا من الشام، لأنه الساعة 4 الصبح هلا عندهم، وهذا يعني أنهم هن كثير متسوقين، وإن شاء الله يكون عن حسن حظهم يا رب. يسعد صباحهم بسوريا، يسعد صباحهم جميعاً. فعلا من الميدل ايست الله وكيلك سهرناهم. الله يعطيهم العافيه. كل من سوريا الا من سوريا الحبيبه، فنحن بنحييهم جميعا، كل اللي بسوريا الحبيبه بنحيي كل السنانين معنا، يعني عن جد بنشكركم من كل قلبنا. اكيد يعني لما بنحكي عن سوريا بنحكي عن حضارات امتزجت بهالبلد العريق الاف السنين. طبعا الموسيقى ملونه، كيف مثل كيف ريش الطاووس بتشوفي الالوان كلها فيها. فانا حابه نبلش من منطقه معينه، شو رايك دكتور جمال؟ نبلش. انا مستعد، انا بدي اسمع اليوم. وفي تحضر فيديو دكتور جمال؟ يس جاهز، تحبوا احطه؟ يلا يلا يلا. بسم الله. سل النغمة الموسيقية حاجة أزلية، والشعوب اخترعت نغمات الموسيقية، لكن مع الأسف تلاشت هي النغمات مع تلاشي الشعوب اللي اخترعتها. إلا أن أوغاريت وعام 1300 قبل الميلاد مو بس اخترعت النغمة الموسيقية، أيضا ابتكرت طريقة للتدوين الموسيقي، جعلت بعض القطع الموسيقية خالدة وعايشة حتى زمننا الآن. واحدة من هي المقطوعات ظلت عايشة لزماننا هذا، والإنسان بيسأل نفسه يا ترى توقعوا الأوغاريتيين أنه بعد 3000 سنة رح تجي فرقة موسيقية سورية تعزف نفس المقطوعة وبنفس المكان؟ هاي مقطوعة لقوها. في الحقيقة ما بنقدر نجزم بصحة الترجمة الموسيقية للرقيم اللي وصل من أوغاريت، والنسخة اللي رح تعزفها الفرقة هي مزيج من التفسيرات المحتملة، يعني واحدة من وجوه القصة اللي مليانة بالألغاز واللي ما انحلت اليوم. كأنه هالمقطوعة ضلت لحتى تخبرنا عن سر خبا صاحبها جواتها، أو لتحكينا عن فصل من تاريخ سوريا وقصتها، القصة اللي كل مرة ومع كل اكتشاف جديد ترجع بتترتب بطريقة مختلفة، لكن في النهاية هي قصة عن الحب وعن الابتكار وعن قدرة الإنسان على البقاء والاستمرار. الله، يعني اللي فهمته أنا أنه هذه نوتة، أكثر نوتة وجدت. هلا هي أول نوتة موسيقية انكتبت بالعالم، هي بماري، بمدينة ماري باللاذقية، أول نوتة موسيقية يعني تنوتت على
فهلا كانوا بهذا البرنامج كانوا عم يعرفوا مترجمين هاي النقطه يعني للطريقه الحديثه اللي نحن هلا كلياتنا بنعرفها وعم يعزفوها. ف يعني شيء عن جد هيك بيدعي الواحد انه يفكر كثير يعني قديش الانسان كان دائما كانوا حريصين على نحافظ على الالحان نحافظ يعني يعني الدليل على انه هي الموسيقى اهم جزء بالحضاره وبالثقافه. فقرروا يعني يكتبوا لها نوطه مثل اللغه مثل يخلدوها يعني ما انه تروح مع فناء هي الحضاره او خلاص هذا الجزء او هذا الجزء. طبعا انا بدنا نذكر يمكن انه بمدينة رأس شمرة بأوغارية اللي هي على الساحل السوري تم اكتشافه بالصدفة. يعني كيف اكتشفوا أصلا هي الحضارة المخبأة ومنها لقوا الرقم المسماري اللي كان فيه مسجل هي النوتة. كان فيه فلاح I think 1920-1930 هيك شيء يمكن عم يحفر ويزرع بأرضه لأنه هذه أي مناطق زراعية طبعا. ف ارتطم يعني المنجل تبعه أو اللي عم يحفر فيه بحجار. فلما بلش يحفر أكثر واكتشفوا أنه في مدينة كاملة هي موجودة تحت هاي الأرض وبلشت بقى بعثات التنقيب تجي وتشوف. ومنها مثل ما قالت تيما اكتشفوا أنه في بهاي اللوح المسماري في ألواح كتير طبعا منها رسائل منها أشياء تانية مخططات وواحدة منها كانت النوتة الموسيقية باللغة المسمارية اللي قدروا يفكوا رموزها later on. وبتخيلوا يعني اشترك عدة جهات بأنه تنفك رموزها وطلعت أول معزوفة بالتاريخ. هلأ هو بآخر الفيديو في المعزوفة عم تعزفها أوركسترا سورية بآثار رأس شمرة. لما يصيرنا نقدر نعرض منها دقيقة لأنه ممتعة جدا. ما عندنا مشكلة بأي وقت. طيب طبعا يعني لن نبدأ إلا بحلب بعاصمة الغناء يعني القدود الحلبية والجمال الحلبي و مين يعني مين ما بيعشق حلب وما بيعشق طبعا الأكل. في ناس بيسألونا يحكوا عن الأكل يا جماعة. سوريا خمس ست حلقات عن الغناء خمس ست حلقات عن الأكل الشامي الكبة والشغلات الزاكية وخمس ست حلقات عن الزي والتراث أكيد يعني لن نغطي كل شيء لكن نتمنى. مين حابب يبدا يحكي لنا بحلب؟ حلب وما ادراك ما حلب. طيب راح احكي انا عن حلب بما انه انا من حلب. اوكي. يعني شو بدنا نحكي شو من وين بدنا نبلش من حلب؟ حلب اسمها مرتبط صار باسم القدود واسم القدود صار مرتبط باسم حلب فصارت صحيح. القدود الحلبيه يعني هذا تلقائيا بتقول قدود حلبيه. نحن لو بدنا نعرف كلمه قد قد اجت بمعنى القامة او المقدار فقدود هي مؤلفات غنائية انشئت على الحان دينية ودنيوية. طبعا رح احكي هيك قصة صغيرة لازم كل ما نذكر حلب لازم نذكر هاي القصة. قصة صغيرة عن الاستاذ المرحوم محمد عبد الوهاب. إجا مرة على حلب زيارة وهي القصة على فكرة موجودة على اليوتيوب للي بيحب يتفرج عليها لقاء مع الأستاذ محمد عبد الوهاب بصوته هو. فإجا مرة على حلب كان ببداياته يعني كان مشهور بين الفنانين بس بين الناس ما كان بعده كتير معروف. ففي واحد دعا يعني حلبي جابه أنه عنده حفلتين بده يعملهم بحلب. ف محضر هو كان برنامج الأستاذ محمد عبد الوهاب وراح على مسرح بساعة ل 3000 شخص. فات على المسرح رفع الستارة وإذ بلاقي في 20 أو 30 شخص اللي عم يحضروا. فهون انصدم يعني انصدم كتير وكتير تضايق وتردد أنه أنا أترك الحفلة وأمشي ولا أكمل. فقرر أنه يكمل كمل الحفلة وغنى مثل ما هو محضر وكان يلاحظ أنه هدول العشرين أو الثلاثين اللي كانوا عم يسمعوه وكأنه اللجنة التحكيم يعني كلهم قاعدين عم يراقبوا وعم يسمعوا أخطائه وعم يسمعوا إذا في شيء غلط في شيء منيح في شيء مو منيح. فحمل حاله خلص الحفلة وطلع وراح قاله لمتعهد الحلب اللي كان جايبه وقال له أنا بعتذر على حفلة يوم السبت. هو كان يوم الخميس وقال له أنا بعتذر على حفلة يوم السبت لأنه أنا ما فيني أطلع على مسرح عم يحضروني فيه 20 شخص. قال له صار أقنع المتعهد ضل عليه لحتى اقتنع أنه يقدم الحفلة الثانية وخلص يعني أنت ما حتخسر شيء. طلع بالحفلة الثانية فتحوا الستارة
وإذا المسرح معبى 3000 شخص بالإضافة لألف شخص كانوا واقفين لحتى يسمعوا محمد عبد الوهاب. فكمان انصعق يعني شو صار؟ شو اللي تغير؟ فرد عليه هذا المتعهد بعد ما خلصت الحفلة وقال له أنت جاي تغني بحلب، نحن ما عنا وقت، يعني أنت واحد جديد هون، ما حد يجي كل العالم تسمعك من أول مرة، فبيبعثوا لك السميعة. أيوة، لجنة سميعة لكل حي بمثل واحد، وبيجوا بيسمعوا هذا الفنان وبعدين بيقرروا أنه يروحوا أو لا تروحوا. فأنت يعني السميعة واجب فيك وإجوا يحضروا هدول. يعني هذا إحنا السميعة تبعونك اليوم. هذا بيختصر يعني بيختصر كثير حكي عن حلب، وعن إذا بدنا نحكي يعني فنيا وقديش هذا البلد يعني متعطش ولحتى يسمع صوت حلو، إذا سمع بيبدي صداقه إذا كان بيستاهل مثل ما الأستاذ محمد عبد الوهاب عمل. طيب أنا رح أغني في حلبي طبعا، رح أغني موال للأستاذ صباح فخري، الله يطول لنا بعمره يا رب ويشفيه ويعافيه يا رب، وبعدين شوي هيك شقفة من القدود. يلا حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. حبيبي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. لقد فنيت روحي عليك صبابة، فما أنت يا روح العزيزة صانع. فغيرك إن وافى فما أنا ناظر إليه، فغيرك إن وافى فما أنا ناظر إليه، وإن ندى ما نسامع ما أنا سامع. حبيبي أول عشرة محبوبي يا عيني هدني خاتم ألمى، هذا قصدي ومطلوبي يا عيني، وهذا اللايق بين الناس. دي تحبي بتسوى الكل يا عيني، أحلى من ياسمين وفل ونور الدنيا علي يا طل يا عيني، لما بقدو هلو مال. الله الله، أنا بدي أوقف لك، أنا بدي أوقف. شكرا. الله صباح أخري طبعا، وإجلال كل أهل سوريا اللي بتمنى لهم إن شاء الله رب العالمين الخير والبركة ويرجع الأمن والأمان على سوريا وأهلها. لازم تذكر تيما عن إنه حلب هي أهل الكباب، نحن بالشام منقول أهل حلب هي أهل بلد الطرب والكباب. لازم نقول تيما كم نوع كبدة في بحلب. صح، احنا عندنا الكبدة بحلب مختلفة عن كل المدن السورية. كبدة الحلب يعني الكبدة الحلبية والكبدة بالسيخ. هاي اهم انواع الكبدة هي بحلب، اللي هي بتكون برغل وهبرة ومحمرة. طبعا المحمرة هي الفلفل الاحمر الميبس، يعني بتروح بالصيف على حلب تطلع هيك على مبنى شوي اعلى من باقي المباني الثانية، بتشوف الاسطح كلها حمراء، لأن المحمرة هي جزء كثير كثير مهم من الصفرة الحلبية، يعني بكل شيء بحطوا محمرة. المحمرة اللي هو الفلفل الأحمر بتحبوا حد، بتحبوا وسط، بتحبوا بلا حد، كل شيء موجود، بس لازم تكون موجودة. حلب أم المحاشي والطرب والكبب، حلب أم حلب أم الطرب والفن والكبب. كل شيء الحلقة اليوم هتكون عن حلب. بالشغلة بس بدي أحكيها، أنا يعني أنا ساكنة بالنبك، هي مدينة بين حلب والنبك لأنه والدتي من النبك.
فوقت اللي كنا نروح على حلب يعني نقطع حمص حمام ونفوت على حلب بتحس حالك بدولة جديدة، يعني إلها طابع خاص ابتداء من البوابة، من أول ما بتفوت على حلب وبتقرأ حلب ترحب بكم بتشم ريحة خاصة، يعني كل شيء عندهم مختلف، اللهجة مختلفة، الأكل، الغناء، حتى الإذاعة عندهم، يعني بين الأخبار، بين الأخبار والأخبار في هيك يعني قيمة، يعني دائما موجود المقام، مقام البيات، مقام الراس دائما موجودين معهم دائما. ما ادري كان عم بيقول لي دكتور مخلص انه بحلقه من الحلقات اللي استضفنا فيها انه كل بيت بحلب فيه حدا بيغني، مزبوط؟ في آلة واكثر احيان عود لازم يكون فيه. ما هي نحن اول ما بلشت انا اتعلم الموسيقى راح ابي على حلب واشترى لنا ثلاث اعواد، نحن ثلاث بنات كنا اول شيء. واو. ثلاث اعواد كل يعني احجام مختلفه، اكبر واصغر واصغر، ونحن يعني كنا انه شو العود يعني ما انا بناتي، وانه انا ما انا بدي جيتار، وانا في هو ابي كان رافض الموضوع، شو جيتار هذا ما بيعزف شرقي، انا ما بدي شيء شرقي. تراديشنال يعني مين تراديشنال بيك؟ ايه تماما، يعني هلا ابي ما بيعزف بس ابي سميع من الدرجه الاولى، يعني سميع وما في حي الله شيء هيك بيعجبه، ونفس الحاله طبعا التقى في امي نفس الحاله. أسامة الخطيب طبعا من أمريكا بشاهدنا، بنرحب فيه، بقول لك بنات الخطيب كلهم مبدعات كلهم. الشام بقول لك الشام ومياتها حلب وأكلاتها حمص وبناتها. أبوس وشك، أبوس وشك من الشلمونة يوم هاي حمونا إياها يعني. أنا هاي بدها شرح هاي الجملة. أنا هي أول مرة بسمع فيها هاي الجملة، بس أنا بعرف أبوس روحك وتجوقفة. أيوة أبوس روحك وتجوقفة يعني على الوجهين، يعني كيف بسمع الحلبي بتضبط. أنا عندي سؤال صغير ربع أو تمادر، إذا فيكم تقولوا لي مثلا، أنا عندي فضول شوي لأعرف، أنا أقول حلب مشهور مثلا القدود الحلبية، هل في شيء تاني مشهور بحلب موسيقيا بتحبوا تخبروا الناس عنه؟ تحكي ربا؟ هلا بتخيل، انا مالي كثير مالي حلبيه وما كثير عندي اطلاع، بس بتخيل حلب كمان كانت من الاماكن يلي تركزت فيها الصوفيه بفتره معينه. طبعا الصوفيه بشكل عام دائما بترتبط بالاذكار وحلقات الذكر، فكمان هن كانت حلب احد المدن الرئيسيه للمتصوفين والصوفية، واللي معهم طبعا الدرويش اللي بيدوروا بالرأس الصوفي الرائع الروحاني، فكمان انشهر كتير بحلب الغناء الصوفي والإنشاد الصوفي وحلقات الذكر، يعني مبدعين فيها، يعني مبدعين ومتميزين. طبعا هي حلقات ذكر رجالية، يعني لازم نذكر انه هي حلقات الذكر الديني بسوريا وخلينا نقول بحلب هي حلقات للرجال فقط، وبيتم ذكر الخالق يعني أكثر والتقرب من الخالق، بس بذكر موسيقي رائع رائع رائع. طبعا بتتذكر السنين لما استضفنا رضوى لما كلمتنا عن الصوفية في مصر، وفعلا يعني هاي الصوفية يعني معظم الجلسات والحضارات الصوفية محتكرة على الرجال، وحتى شو اسمها الميريني المغنية المغربية ياس لما حكت لنا انه كيف بدأت هي تعمل الحضرات الصوفية كسيدة كان شوي صعب إلها، لكن بعدين الناس صارت تستقبل هذا الوضع. طب ربا بتسمعينا اشي صوفي هيك؟ والله انا مالي حافظة، انا مالي حافظة بس أنا حافظة. أنا مرة على سيرة إنه البنات كنت أنا بغني بفرقة بسوريا، فكنت أدينا مرة حفلة كاملة يعني غنينا فيها صوفي، غنينا مدد مدد، غنينا شيئا لله يا رسول الله، فرح غني هيك يعني اللي بتذكره من هذيك الحفلة رح غني هيك شيء مقطع صغير. مدد مدد آه مدد مدد آه مدد مدد آه مدد مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا عزيز الجمادات الله الله
الله الله يا الله. شيئا لله يا رسول الله، نظرة لله يا حبيب الله. شيئا لله يا رسول الله، نظرة لله يا حبيب الله. شيئا لله يا رسول الله، نظرة لله يا حبيب الله. شيئا لله يا رسول الله. رب بهم وبآلهم. هون نسيت الكلام انا بعدين. هو هذا. ثانك يو. تمام، شكرا لك عن جد، لانه انا كان لي هدف من السؤال، لانه انا بعرف انه يعني انا بدي ناس تعرف شوي يعني outside the box، يعني مش بس انه بيسمعوا حلب انه قدود، لا بدهم اياهم also to associate اسم حلب برضه بالصوفيه بالغناء الصوفي او بالابتهالات الصوفيه. الموشحات طبعا، موشحات نحن عملنا عرض مع الاوركسترا، مع الاوركسترا الكنديه العربيه، كان وفا هو اللي اختار ال اسم البرنامج اللي هو كان موشحات وقدود. وطبعا وفا يعني مره سالوه سؤال لوفا، نوجه له تحيه كثير كثير كبيره، انه انت لو بتكون مطرب مين بتتخيل حالك او مين بتتمنى تكون؟ فقال صباح فخري. يعني هو عاشق لصباح فخري، وبيقول لنا دائما كان يسمعه من ابوه وكذا. فعملنا برنامج كامل عن القدود والموشحات الحلبيه، اتوقع الاستاذ جمال حضرته، يمكن غنينا في مجموعة من الموشحات، مجموعة من القدود، كان كتير حفل رائع فعلا. طبعا زرنا في أكثر من مدينة بكندا. وكتير كتير كتير حلو أنه كان تثقيفي كمان، يعني أعطينا فيه موسيقى وعطينا فيه معلومات عن الموشح وعن القد وعن الموشحات الأندلسية وكيف انتقلت من هون لهون. فأي ذكرتينا يا تمتم. لن نترك هلا انا حفظته، ما بمزح اكيد حفظتيه. تفضلي يلا يا نسرين. بالذي اسكر، صح؟ بالذي اسكر من عذب اللمى، كل كأس تحتسيه وحبب، والذي كحل جفنايا بما سكنت. لا لا تكمل، انا مستمتع. اخذ موعي عندما فمن غير سبب، ضع على صدري يمنى كفما أطفال الكلام صراحة أنا استحيت أقول الكلام. أنا نفسي أغني معك. غني طيب، غني. طيب اسمع. سوري، بعد القدود عفوا بقطع حديثك دكتور جمال، بتحسوا فيها شوي هيك من الغزل اللي شوي يعني بنحسه نحن إنه يعني بديش أقول مخجل، بس يعني جريء شوي صراحة. جريء. بدي يعني أحكي يعني أول شيء بندعي للأستاذ صباح فخري بالشفاء العاجل، وإنه إن شاء الله يرجع لنا. يعني الجمهور مش قابل يتركنا نروح لمنطقة تانية أو مدينة تانية. والأستاذ مخلص أو الدكتور مخلص بيحكي لنا إنه لما بتروح على حلب لازم تزور قلعة حلب، بس أنت وطالع من حلب لازم تسبع لقلعة حلب الثانية اللي هي صباح فخري. فمش هنترك حلب بدون ما نسمع إشي منك أو من ربا لصباح فخري اللي بتقوليها. لا يلا انت قولي، احنا متقاسمين. لا غنينا فيه، غنينا فيه. انا عم غني من اول حلقه. لا من برنامجنا. سيد العصاري، يلا ربع سيد العصاري. مثل ما قالت تيما، احنا هذا الشيء غنيناه بكونسرت موشحات في مدلي، غنيناه هو على مقام الرصد من مدلي من القدود طبعا اللي غناها الاستاذ صباح فخري. سيد العصاري يا سمك يا بني، تلعب المياه لعبك يا شفني، تلعب المياه لعبك يا شفني، يا سمك بني.
الله 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 غزل صريح يا رزان، مظبوط رزان الخطيب عم بتقول غزل صريح. هو مدرسة غزل عربي، مدرسة عربي دائما عند الجواب. هي اختي بوجه لها تحية. اهلا وسهلا فيها. طبعا يعني انا مش عارف، انا لازم هاي خمرة يا رزان، انت يعني على الجرح. لا ما مش هنطلع بدون خمرة الحب. يلا طيب أقول مقطع من خمرة خمرة الحب. الحب. يلا تبدو. يس. ربت الوجه الصبوحي، يا ربت الوجه الصبوحي، أنت عنوان الأمل، أسكري بالاسم روحي، يا روح روحي، خمرة الروح، الروح الروح القبل، خمرة الروح القبل، خمرة الروح القبل. هي هي على سيرة الصراحة. القبل خلص هيك من الأخر. الرجل الصريح. بالمناسبة خمرة الحب ألحان صباح فخري كمان. تفضل دكتور جمال. عامل ميوت دكتور جمال، راح الصوت عندك. الحلو في صباح فخري إنه لما يغني تشعريه إنه بغني من جوارحه قبل مخارجه، يعني قبل ما يحكي من تمه بتلاقيه بتشعري إنه جسمه وقلبه وحركاته على المسرح إله. أيوه هذه إله الرونق تبعه. ولا حدا قدر يغني خمرة الحب مثل صباح فخري، ولا حدا يعني، ولا بتزبط، لأنه حركة جسمه مع الإيقاع بتحسه هو آلة، يعني بتحس جسمه آلة على المسرح، مش بس يعني عم يعمل حركات. يعني في مرة بهدل الفرقة تبعه لأنه طلعوا عن الإيقاع، يعني كسروا بالإيقاع مرة، وبهدلهم بهدلة كثير كبيرة يعني. ويعني أنا ما بعرف هاي القصة مدى صحتها، بس كانوا كثير يحكوها بحلب، انه قال لهم والله بدي اجيب طبالين ما بعرف من وين احطهم بدالكم. ويعني كثير كان يعني همه كثير ما حدا يخربط. كثير انا مبسوطه وسعيده انه صح لي احضر حفله للاستاذ صباح فخري قبل ما انتقل لكندا. يا اجى هو مره عمل بجامعه القلمون، اجى عمل حفله ورحنا حضرناه، يعني شيء لا يوصف، اسطوره اسطوره في العالم. الفنان صباح فخري حاصل على يعني دخل بكتاب كينيس للفنان الوحيد اللي عمل اطول فتره زمنيه على المسرح 14 ساعه. ثانك يو. انا ساعه ونص تعبت، بحس حالي يعني خلص تعبت. دل على قديش الفنان السوري في صباح فخري هو موهبه فريده من نوعها، واكاد ان اقول انها موهبه لا تتكرر ولن تتكرر. يعني بس يعني حابة بس أذكر هيك قصة صغيرة عن الأستاذ صباح فخري. بما أنه ذكرناه، هلأ هو اسمه صباح الدين، ما يعني هو ما كان اسمه صباح فخري، هو اسمه أحكي لكم اسمه بالضبط لأنه كتبتهم على ورقة، كثير مهم هذا الحكي. اسمه سوري كثير كاتب نوت. محضرة كويس. محضرة كويس لأنه مستحيل واحد يتذكر. لا لموسيقى بلدك وقديش أنت بدك توصل المعلومة للي عم يسمعونا بيحضرونا. ولازم لازم تكون صح، لأنه يعني هذا كلام حيحفظوه دائما. أوكي هلأ هو اسمه صباح الدين أبو القوس، هذا اسمه الكامل، وما اسمه صباح صحي. هو بلش كمنشد بحلب يغني الأناشيد الدينية والتجويد، كان يجود بطريقة رائعة، ومشان هيك تلاحظ مخارج الحروف عنده والنطق سليم 100%، يعني كثير واضحة. كان ويقدم في الجوامع. فمرة إجا عازف كمان اسمه كمال، راح على الشام وطلب من صباح فخري أنه يرافقه بحفلة من حفلاته، وكان حاضر هاي الحفلة فخري البارودي اللي هو كان سياسي مشهور بسوريا، وكان عميد المسرح، عميد المعهد الموسيقي وقتها بسوريا، معهد ثقافي سوري. ف
حضره لصباح فخري وأذهل يعني اندهل بهذا الصوت والأداء الرائع اللي عنده. ووقتها كان صحح له بعثة لصباح فخري أن يدرس الموسيقى برا، فهو كان رافض لأنه قال لهم أنا ما بدي أصير مطرب عالمي، أنا بدي ضل مطرب عربي. كان رافض هاي البعثة تماما. ووقت اللي عرف فخري الباروري بهذا الشيء طلب منه أن يدرس الموسيقى بالمعهد الثقافي بحلب وما يسافر. وطبعا كان رد الأستاذ صباح أنه أكيد أنا ما رح سافر لأنه أنا لا أحلم بأن أكون انترناشنال يعني سينجر، أنا بدي أكون موسيقي عربي. فدرس الموسيقى بالمعهد العربي بحلب، وهو هلأ يعني صار اسمه معهد صباح فخري مع اسم معهد العربي تكريما للأستاذ صباح، صار اسمه على اسم الأستاذ صباح فخري. وتكريما لفخري البارود اللي هو كثير كرمه ودعمه، ويعني كان هو الداعم الأول لصباح فخري أنه يغني ويكمل بمسيرة الفنية، سمى حاله صباح فخري صباح الفخري بدل صباح دين أبو الفوز. مهم نذكر هاي الموضوع. طبعا أنا ما بعرف من الأستاذ محمود الخطيب كاتب لنا بالنسبة للموسيقار الفنان الكبير سيد درويش ما كث في حلب 4 سنوات قبل أن يكون مشهوراً كفنان. يعني حلب شكلها مش بس اللي بمر فيها بصير يعرف يغني، يعني هو حاو الكبة تبعتها هاي إلها يمكن في موسي بحشوغة دينات موسيقية. كمان بوجه تحية لأبي لأنه محمود الخطيب هو أبي، وأنا كثير مشتاقة له، قبل 7 سنين ما شفته كثير مشتاقة له. هو يعني بالسعودية مش هون. وأبي كمان أستاذ عربي وكمان قارئ جدا جدا عظيم، يعني مكتبتنا نحن بسوريا وبالسعودية يعني كثير كبيرة. فالمعلومات اللي بيحكيها هي معلومات يعني مراجع، نعتبره المعلومة هي مرجع. هو فعلا سيد درويش تعلم الموسيقى بحلب أول ما تعلم الموسيقى، وانتقل بعدين لمصر وصار يطور الموشحات وصار يطور ولكن هي طبعا يعني فخر لنا انه سيد درويش يكون دارس عنا بسوريا. بالنهايه الوطن العربي كله واحد، نحن كمان في عنا كثير فنانين سوريين بردوا بمصر وانشهروا وكبروا بمصر كله، وخاصه احنا احنا معكم بهالسياره، وين رايحين فينا؟ روما رح السوق والله. احنا نروح وين ما بدكم هلا، نحن نرجع برجوع ننزل لتحت. هلا كنا بحلب، فينا نروح على الشام او فينا نروح على الساحل. نروح، في ناس كانوا يحكوا لك على اللاذقية، في ناس مش عارف على الخريطة اذا نمشي على الخريطة. كاستنيان بقول لك يلا ودينا على اللاذقية. طيب هلا انا اصولي، انا امي دمشقيه من قلب سور دمشق، طبعا هن دمشق كان فيها سور يحيط بالمدينه، ويعني كثير بحب هالمدينه، انا خلقت فيها وعشت فيها كل عمري. وبابا من اللاذقيه من الساحل السوري، اللي هو كمان له يعني حس خاص ورونق خاص ومحبه خاصه البحر وما ادراك ما البحر، وقد بيأثر على الموسيقى. فلما بدنا نحكي عن تأثير الجغرافي، اللاذقية الحقيقة مقسمة يعني كطبيعة وتضاريس، فيها جبال وفيها الساحل اللي هي على البحر، واللي هو كان فيه ولا زال طبعا مينا ومرفأ. وكانوا في هاي المينا اللي موجود بيجوا عليه السفن، فكان في تأثير كتير كبير للثقافة إجمالاً باللاذقية وبالساحل السوري بالموسيقى والثقافة اليونانية، لأنه كان في كتير من مو بس السفن الكبيرة، من القوارب الصغيرة بيسموها باللاذقية فلوكا، اللي هي القوارب الصيد أو قوارب كتير صغيرة. نحن كتير كتير اللاذقية قريبة على اليونان، ففعلاً أهل اللاذقية كتير بيسمعوا يوناني من زمان، يعني هن كتير متأثرين بالموسيقى اليونانية ولا زالوا. وموسيقتهم هيك فيها حالة من الرومانسية والشفافية اللي هي بتشبه شوي الموسيقى اليونانية، بلس انه تأثروا كتير بالموسيقى المصرية كمان، لانه كان في سفن من مصر من الاسكندرية، كانوا كتير ينزلوا ناس من الاسكندرية على اللاذقية، فكمان تأثروا بالموسيقى المصرية وصار في خلط. يعني بعض الاغاني بنقول نحن تراث من اللاذقية، وفي ناس بيقولوا انه هي من الاسكندرية مثلا.
هي إذا عم بحكي عن منطقة الساحل، منطقة الجبل بقى هي منطقة زراعية. لا لا لا، وين بدك تودينا على الجبل؟ أول شيء نخلص الساحل، يعني لازم نعطي الساحل حقه. سمينا شغلة من الساحل. شو معنى أهل الجبل؟ لا، على راسي أهل الجبل، بس بدنا نسمع للساحل أول قبل ما نطلع الجبل. تمام تمام يلا يعني ماشيين معك. واحد راح على اللاذقية وما أكل سمك، يعني راحت عليه. راحت عليه يعني، بتكون عن جد راحت عليه. طيب رح أقول شيء هيك يعني صغير ورا بعضه من التراث اللادقاني. أوكي. يا سالم حبيته والله قلبي وعطيته البعد لك يا سالم عيني عيني يا سالم سالم عيني يا صغير. ومثلا هاي الشيء اللي كان فيه تأثر بالمصري. ورح أقول أغنية تانية اللي كانوا يقولوها بين أهل الساحل وأهل الجبل. ففي أغنية بتقول بيني وبين حبيب الجبال، بيني وبين حبيب الجبال، مش قادر أوصل لهم وحياة عينك يا جمال، بالله سلم لي عليهم بالله سلم لي عليهم. الله الله يا ربا. وداع زي انه حدا عم يمدع حدا. بالضبط. حتى انتبهت انا اللهجه بالغنى اختلفت. مزبوط. It's different. ايه مزبوط. لانه بيحكوا بطريقه شوي مختلفه عن اهل دمشق. وانا طبعا لي الفخر انه انا من عائله بابا موسيقيه وحتى عائله ماما، بس عائله بابا وكان عمي الله يرحمه اسمه سمير، هو كان متفرغ للفن وواحد من الناس اللي حفظوا تراث اللاذقية، أرشفه وحفظه واشتغل أكثر على تنويته لحتى يكون موجود بأرشيف ليومنا لهلأ. فالله يرحم روحه. شكرا انك سمعتينا شيء من تراث اللاذقية، لانه عن جد كثير الناس بيحبوا، يعني نحن بنحب انه يعرفوا اكثر عن التراث السوري من جست يعني من بس انه القدود، وعرفتي شو قصدي، بدهم يعرفوا معلومات اكثر واكثر واكثر، لانه عن جد التراث السوري ثري كثير كثير ثري. صح يعني مزبوط. لحد اول ما راح تكفي هلا. وين بدنا نروح دكتور جمال؟ وين بدنا هلا نزلنا على الساحل؟ انا مش سايق، انا ما بعرفش اسوق في سوريا، يعني السواقه في سوريا بتركها للسوريين. يلا تمام. قبل بدي اقول قبل نحن باللاذقية، قبل ما ننتقل على 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 اي مدينه اخرى او منطقه اخرى، احنا حكينا على الساحل وكيف فيه حاله طرب اكثر. ما بيغنوا دبكه، يعني بالساحل ما بيغنوا سريع، ما بيغنوا دبكه، بيغنوا طرب بالمدينه، يعني طرب اكثر ورواق. هن رايقين، هن شعب كثير رايق. بس لما بنطلع على الجبل بيختلف تماما المود، مع انه بيناتهم كم كيلومتر، يعني كثير قراب الجبل والبحر. بس بنروح بقى لاغاني الدبكه، لاغاني اللي فيها ايقاع، اللي فيها ايقاع سريع، يلي بتحس الناس اكثر على انها تزرع لانه مناطق زراعه. تماما بيروح لمود مختلف وحاله مختلفه، وهي كمان شيء حلو، يعني شيء نحن بنفتخر فيه وبنحبه ولساته لهلا طبعا، وعم ينتقل للاجيال وبيعطي هاي الحركة، يعني اللي سبحان الله مختلفة. ربا خدينا على سمرة. سمرة هاي الضيعة، هاي الضيعة ضايعة مكان ما صوروا ضيعة ضايعة اسمها سمرة. وهي بنشوف تركيا من وقت اللي بنروح نزور سمرة، بتشوف الحدود التركية فورا مقابلنا. فخدينا على ضيعة ضايعة. في مسلسل كتير حلو انتم ما بعرف اذا حضرتوه، مسلسل كوميدي سوري اسمه ضيعة ضايعة، كوميدي ساخر يعني. هذا المسلسل فعلا رائع جدا جدا جدا، ذكي وحلو. وهو مثل ما قالت تيما تصور بمدينه او بضيعه سوري اسمها سمره، هي من جبال اللاذقيه واللي قريبه من تركيا. هلا موسيقى هذيك المناطق وخاصه ايقاعاتها والحانها متاثره كمان بالموسيقى التركيه.
وطبعا مسلسل ضع ضع عمل الموسيقى تبعه اللي هي كانت رائعه الاستاذ طاهر مملي، واخذ من روح المنطقه، يعني كانك عم تسمعها من فلاح بالضيعه، فايت واز فيري نايس. بس انا رح اغني شيء بسيط، واحدة من الاغاني اللي بيغنوها بالدبكه وبالاعراس بالجبل، وإلها قصه، يعني اسمها شفتك يا جفله، اسمها جفله، وإلها قصه لوحده اسمها جفله، وابوه غنى لها هاي الغنيه، ما في اذا بتعرفوها يعني. بتعرفيها؟ الغني ما بعرف القصه، بس بعرف انه بتقول شفتك يا جفله على الضيعه طالعه، يعني طالعه هي بتقول لانه انا جبليه، انا من الجليل. من عندنا، من عندنا بتبين جبال الشيخ بسوريا، يعني تخيل اللي ببين السوري يعني، فنحن منطقتنا جاي استراتيجية، فحتى نحن تراثنا بالجليل بيتأثر بلبنان، جنوب لبنان وسوريا، بتحسيه مثل كأنه يعني كمان مزيج، وخصوصا نحن أهل الجبل يعني، فبتلاقي حتى طباعنا غير، طباعنا غير عن أهل الساحل، وطريقة المغنى تبعتنا يعني أصوات جبلية أكثر، بتحس في أصوات بتغني لون الجبلي أكثر. مزبوط؟ هلا بدنا نسمع، هلا بدنا نسمع، انا حغني شقفه صغيره. وطبعا هون بالجبل في عنا زولف يا ابو الزلف، مثل ما قلتي بنغني زولف يا ابو الزلف، وبنغني دلعونه، وبيغنوا مختلف يعني شوي مثل ما قلتي قريب للمناطق الثانيه. وشفتك يا جفلي على البيدر طالعة، وخدودك يا عيني شمس الساطعة، وسألتك يا بيي ليش مفرعة، قالت حرانة تشم الهوى، وعالميج على بلميج، على بلميج أنا يا ظريف فتون ميل عندنا. هلا سوريا فتون فلسطيني، وشو اللي اخذوا على سوريا؟ شكله كان يروح شكله شفله واحدة سورية وعجبته، ف شمام هواء الطف ورد كاين. يعني هو شكله حب جفلة وطلعنا، ما نحن عم نقول له ميل عندنا يا ظريف الطول. طيب أين سنذهب؟ هلا طبعا كان نحكوا عن فؤاد غازي، لو تحكوا لنا شوية لأنه كتير ركزوا عليه. غنينا تعال المشوار ربا، طلبوها منك، طلبوها مني كمان، يلا طيب. أيوة. أنا ولا مرة بحياتي مغنيتها، أو لا جرى عليك بسنة الورود مثلا كمان طلب. لا زرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي، لا زرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي، ولا أغزل لك من نور الشمس إسوارة حتى بإيديكي، إسوارة حتى بإيديكي. الله يا عيني، الله يا عيني. يعني شوف الجمال في الرونق والهاي. انا بدي اذكر انه هذا البرنامج هو جمال التراث والفولكلور والثقافه، بتقدمه نسرين كل يوم اثنين، راح يكون بيركز كثير على الثقافه والفولكلور الشعبي في الوطن العربي، لكل اللي بيعيشوا في الوطن العربي سواء من أقليات أو عرب. فإذا في حب حدا من الأكراد، من الأرمن، من السريان، من تفضل بدك تكملي، حابب يتواصل معنا تفضل تفضل. على سيرة الأقليات بدنا نحكي شوي عن، نسمع أكراد سورية، أنا بسمع كتير، نحن من أكراد سورية، مثلا صديقتي بتقولي أنه مثلا زوجي أهله من أكراد سورية، أو نحكي كمان عن الأرمن، وجود الأرمن بسوريا، مثل الأرمن موجودين بلبنان، موجودين بفلسطين وبالأردن طبعا أكيد، وأيضا بسوريا، لكن بسوريا الأرمن كتير انشهر لون الغناء، الأنماط الموسيقية الأرمنية كمان بسوريا. بس كمان بدنا نسمع عنهم، بدنا نشوفهم، بدنا نستضيفهم على البرنامج هذا. يعني أنا أهلي كانوا ساكنين بحلب بالميدان اللي هي حارة الأرمن، فللأسف أنه أنا ما كان دخلني أبداً لأنه أنا خلقت النبك، فعلوا على النبك من بعدها، فأخواتي الأكبر مني كانوا يحكوا حتى أرمني، فما بعرف يعني شيء. بس ربا يمكن أنت مرة سمعتك عم تغني شيء أرمني؟
لا والله أنا ما بعرف أرمني، بس يعني ما بعرف أحكي أرمني، ما بعرف أغني أرمني. عارف كلمة واحدة بالأرمني هي سيرة هارس، يعني حبيبي وبس، يعني تعلمت زمان. طيب إذا إحنا بنوجه هاي الرسالة لجميع الجمهور، إذا بيعرفوا حدا بيقدر يمثل التراث الأرمني، بيقدر حدا يمثل التراث. هي خير ممثل لينا شما، الفنانة السورية لينا شماميان هي خير ممثل لهاللون طبعا، مزبوط، لانه مزجت ما بين الغناء العربي طبعا يعني التراث السوري، وايضا لغه الام اللغه الارمنيه طبعا اكيد، فكان يعني مزيج رائع انه تشوف انه السوريه ارمنيه، يعني قديش عم وكمان يعني دخلت التراتيل الدينيه الارمنيه كمان بالموضوع، يعني يعني فنانه متكامله انا برايي عن جد. ونحن بنتمنى ان نستضيف على البرنامج، لانه نحن بنحب نبين جمال الحضاره، مثلا حضاره او الثقافه السوريه او الحضاره الموسيقيه السوريه. دائما بنستحضر الاسماء، ورينا شماميان جست بوبس ان ماي مايند، يعني دغري انه بتذكر حضرني اسمع عم بديها. من سنة يبدو بنقدر فطوم عم بتقول رزان اللحن أرمني صحيح لحن أرمني هي غارون 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 سيرون 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 اسمه بعشو عدد لما بينزل بس مالي غيرك حنوني يلا برزان راسه من دك البستان مو عرفان داحي قلبي وخيبي منه شي نارة مهما برمتي ما في مثلي بالحارة غمضي عين وفتحي عين بتصيري عالعكازة طقم شنان وحر دبي وتضلي دون جوازة فطم فطم فطمة خبيني ببيت المونة شكرا كلام عن جد كلام مهضوم. قبل ما ننتقل هيك ناحية الجنوب، بس بدي أقدم تحية كثير كبيرة لنحن بنعتبره يعني علم من أعلام سوريا اللي بنفتخر فيها كثير، هو الأستاذ طاهر ماملي الموسيقار طاهر ماملي، اللي هو كان مفروض يكون ضيف معنا بالمهرجان السنة الماضية، ولكن نتيجة ظروف الفيزا وهيك شغلات ما ضبطت. هو من حلب وبنوجه له تحية كثير كبيرة، يعني الأغاني تبع المسلسلات السورية اللي كل الناس حافظتها وما بتعرف فيها ألحان وموسيقى مين، هي موسيقى الأستاذ طاهر ماملي، فبنوجه له تحية كثير كبيرة فعلا. طب هلا رح ننزل هيك شوي نروح لجبال القلمون، سمعانين بهي المنطقة من قبل؟ صحيح، جبال القلمون. طيب رح نحكي عن جبال القلمون اللي هي يعني منطقة فيها عدة مدن وضياع سورية. هلا هي من ناحنا من ناح سوريا من إلا جبال القلمون، ومن ناح لبنان نفس الجبال بس من الطرف الثاني اسمها سلسلة جبال لبنان الشرقية، فمشان هيك بتلاقي الضياع اللي محاذية تماما للجبل الضياع السورية، يعني مستحيل تميزيها عن الضياع اللبنانية اللي محايدة للجبل من الطرف الثاني. فبتسألي انت سوري ولا لبناني، يعني حتى انا سورية وما بقدر ميزهم، كثير بيشبهوا بعض باللهجة بالموسيقى بالأكل باللبس. فمنطقة القلمون فيها مدينة النبك اللي انا يعني بفتخر انه انا تربيت فيها، وزوجي من النبك كمان وامي من النبك، امي كثير مشتاقة لها وهي هلأ بالنبك حضرنا يمكن ما بعرف. مدينة النبك هي أعلى منطقة بالقلمون، ومشان هيك هي اسمها النبك. النبك هي المكان المرتفع، هيك معناها يعني بالبحر، فهي ترتفع عن سطح البحر يمكن 1400 200، والله ما نتذكر، بس هي عالية يعني وباردة كثير وبتتلج فيها الدنيا بالشتاء. فهلأ رزان عم تقول غني على عيني من الزلف، أنا هذا اللي كنت بدي أحكيه، انه في اغنيه يعني في اغاني بالنبك كثير مشهوره اللي هي الاغاني الجبليه، كمان بكل منطقه جبال القلمون، بس انا شوي عم فوكس على النبك اكثر شيء كونه هي جزء مني، فبعرف يعني شغلات عنها اكثر. النبك اول شيء ما فينا ما نقول يعني النبك نقول الكرم والاصاله والضيافه، يعني ما فينا ما نقول هيك، لانه مستحيل تفوت على بيت بالنبك وقت الغداء الا طلعوك متغدي، مستحيل يعني ما في مجال، ومتحلي وشربان متة. المتة هي المشروب الرئيسي بالنبك، وإجا نتيجة هجرة أهالي النبك بحرب العالمية الثانية على الأرجنتين أو على حتى جنوب أمريكا يعني.
أمريكا الجنوبية وجابوا معها المشروب وقت اللي رجعوا على النبك، صارت هي هلأ النمبر وان بمدينة النبك. النبك هي عاصمة القلمون، فيها يعني الموسيقى اللي موجودة بالنبك هي تنقسم إلى قسمين، بيقولوا لها هنن الدقة الأولى والدقة الثانية. الدقة الأولى اللي هي على الإيقاع الرباعي، إيقاع القطقفتي، إيقاع الصعيدي أو القطقفتي اللي هو الإيقاع البطيء شوي يعني. الدقة الثانية اللي هي الإيقاع اللف اللي هي كان أربعة يعني دم تك تك دم تك تك. فبتلاقي بالأعراس يعني مثلا عزموا بيت الخطيب على الرقصة، نزلنا نحن بيت الخطيب على الرقصة، لازم نرقص على الدقة الأولى وبعدين المطرب بيغني فورا، يعني احنا ما بننزل بنعرف انه احنا ما خلصنا ولازم نستنى. ابي عقول رجعنا على الفن القلموني عم احكي. لازم نستنى ليصير الدور تبع الدقة الثانية. فاذا صار اي ظروف بالعرس، يعني انطفت الكهرباء، اجت العروس، فات العريس، صار اي ظروف وما قدروا يغنوا الدقة الثانية، بتلاقي هيك بنص العرس انه يفضلوا بيت الخطيب ليرقصوا على الدقة الثانية. فهي هي يعني لازم زيت وزعتر، دقة أولى ودقة ثانية، يعني لازم هاي دقة أولى ودقة ثانية. دقة الأولى ودقة ثانية. حلو. والرقصة بالنبك يعني أنتوا بتروحوا بتحضروا عرس، أنا عرسي بالنبك كان عرس مختلط يعني شباب وبنات، وكان فيه حوالي 120 شخص. ال 120 شخص الصغير والكبير وكل الأعمار بيرقصوا بنفس الطريقة، يعني لدرجة كان يقول بابا أنه مثل الختم، يعني تقولي متدربين عند نفس المدرب، مع أنه ما دربنا يعني هي بالفترة. فإلهم ثلاث نقلات، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وبعدين يصيروا يعملوا الزركشات. أما الدقة يعني لازم يكون ناشي على الدقة، كثير بيتميزوا بهي الشغلة يعني كثير مميزة. إلا ما نحكي عن الرقص يعني أو الدانس أو الرقص الفلكلوري. تماما. والثانية بيدبقوا عليها أو بيعملوا عليها الأسرع، بس كمان واحد اثنين ثلاثة بس بتصير أسرع، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. أما هي لازم هيك الدقة. من هذا الحاجة سليمان عم بتقول ما في أحلى من العراس بالقلمون. نعم. يعني شو وقتونا هلا من جد. في أغنية لازم تتغنى بكل عرس اللي هي على عيني من الزلف. هلا نحن إذا بدنا نحكي كمان عن هاي المنطقة، هي منطقة أثرت كتير 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 باللغة الآرامية، لغة السيد المسيح، لأنه لسه في مدينتين أو منطقتين هن الصراحة مش مدن، معلولة وجبعدين، بعدهم ناطقين باللغة الآرامية لغة السيد المسيح لحد الآن، وهم اللغة المنطقتين الوحيدين بكل العالم اللي محافظين على هاي اللغة وبيحكوا فيها. والملفت يعني نحن منروح على معلولة، لازم طبعا كل ما نزلنا على سوريا نزور معلولة، الله يطعمكم تروحوا انتوا على دير مرتقلة. فبتطلع من معلولة يعني ما في تمشي 5 كيلومتر ما بقى بيعرفوا اللغة الآرامية، كله بصير بيرجع بيحكي عربي. يعني الملفت أنه الضيعة هي جنب بعضها جنب بعض البعض، وكل ضيعة تحكي لهجة معينة، لدرجة أنه نحن كان يجي عنا باحثين أجانب من كندا. إجت واحدة، أنا وقت كنت بنت بعدني في سوريا، إجت واحدة من كندا عم تدرس الفرق بين اللهجات والسر في المحافظة على هاي اللهجات، وجت نعمت عنا حتى. فيعني شيء ملفت، شيء بيخليك فعلا انه هيك تندهش، انه هلا انت من يبرود وانت من النبك وكل واحد بيحكي بطريقه شكله، نحن فعليا متصلين، يعني انت كانك بتقول برامبتون وميسيساغا لهي الدرجه. فاغنيه على عيني من الزلف، الزلف هي باللغه السريانيه هي الثوب المزين تحديدا المزركش بالسواكي يعني. اوكي. وام الزلف كان يرمز لعشتار، يقولوا لها ام الزلف. طبعا عشتار هي ام السوريين واللي لها مكان كثير 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 كبير عند السوريين، لدرجه انه عيد ميلاد عشتار ب 21 اذار، فصار هذا اليوم هو عيد الام بسوريا. اوكي. هو الوطن العربي اعتقد. يس معلومه حلوه. هو بسوريا ب 21 اذار هو عيد ميلاد عشتار اللي هي آلهة العطاء والجمال والحب، وهي يعني ام السوريين بيقولوا لها. فعلى عيني من... السوريات حلوات يعني طالعين من عشتار. شكرا. طبعا والفلسطينيات والاردنيات ما حدش زعل منا يعني. قبل سايكس بيكو كله كان واحد يعني. كلنا بلاد الشام، كلنا واحد. تماما تماما تماما. فرح غني مقطع من على عيني من الزلف، وبدي اقول الله يرحمها ستي، كانت دائما تغني لنا اياها وتقول لنا سجلوها سجلوها يا ستي مشان ما تنسوها. كانت دائما تنبهنا انه نسجل هاي الاغاني مشان نحافظ، يعني مشهورين اهل النبك على فكره بحفاظا على
تاريخهم وتمسكهم بأصالتهم وبحضارتهم. فرح أقول مقطع من على عيني من زلف، وهي على فكرة هن الدقة الأولى تقريبا مثل الزجل، يعني نفس موسيقى الزجل ما كثير بتختلف عنها. فرح أقول هو على عيني يا مزلف، هو عيني يا مولايا، هو محلى الوما بالوما وما حلاك يا بنايا. وتقول يا محمود، وتقول يا محمود، واربع جدايل شجر واربع جدايل سود. مديت ايدي عالصابر ولطف انا عن جود، وقالت حامد مستي ولكن علانية. هو على العين يما الزلوف، هو عيني يا موليا، ولا تكسيري بخاطيري وبتندم عليا. الله الله ابدعتي يعني. الله يسلمك. هذه بتتغنى في كل الاعراس ام الزلف. لازم، وطبعا في لها مقاطع كثير، وتقول ما جابت وتقول ما جابت، جابت 12 ولد والشمس ما غابت، يعني كثير كثير. هلا في شغله كمان انه بحب اذكرها، هي بالتراث القديم. الشيء الحلو بالنبك انه او بمنطقه القلمون كلها، انه هن محافظين لسه على الادوات القديمه اللي كانوا يستخدموها قديما بالطبخ وبال، هي بحكم انه هي بلد بارده، هي المنطقه كثير بارده، فكانوا كثير يركزوا على المونه بالصيف ويخزنوها للشتاء. فمثلا في عندنا ادوات بيستخدموها بالطبخ اسماء كثير غريبه، يعني مثلا انا اذا بقول لكم اللج، شو بيخطر على بالكم شو اللج؟ اللج هو مثل الجرة بس كتير كبير، لدرجة أنه في واحد مرة وقع فيه يعني. أوه. كتير أوكي. كبير، كانوا يخزنوا فيه الدبس وقت اللي يطبخوه، يخزنوا فيه الدبس لكل السنة، فهو من الفخار مصنوع وكتير كبير. مثلا الششنية اللي هو الوعاء الكبير اللي بيسلقوا فيه القمح وبيعملوا منه البرغل بالآخر. في كثير كثير مسميات، كثير كثير رحى، طبعا تعرفوا الرحى اللي رحى ايوه. فقول المهباج، هلا الرحى والمهباج بيستخدموهم هلا بس هيك لل يعني جد فور فان. المهابيج تماما فهنا كانوا يدقوا على المهباج لحتى يطحنوا القهوه، وما كانوا يضيعوا وقت او يعملوه مثلا صوت انوينج انه دق دق دق، لا كانوا يعملوا منه ايقاع. فبتلاقي الرجال مجتمعين حول المهباج وعم يدقوا ايقاع معين وعم يغنوا، والنسوان على الرحى مشان يضيعوا الوقت، لانه كثير الموضوع صعب، يعني كثير صعب. فكانوا كمان يجتمعوا ويعملوا حلقات غنائيه، وكل واحد تكون جايبه ألف مقطع من على عيني ام الزلف وتغني، ويصير يتسمى انه مقطع فلانه تعي غني لنا هالمقطع وفلانه. فانت نسرين ذكرتي هلا دقوا المهباج غني لنا اياها، بتقول لها غني لنا دقوا المهباج. الغنيه بتقول انا كثير بحب، انا كثير بحب اغنيه فيروز هاي اللي هي بتقول دقوا المهباج خلي الهوى جنوبي، صوت المهباج انده يا محبوبي، والريح السودا تيجي دقوا المهباج، شدوا الخيام غرب جناح الطير، والهوى الخيام اندهن شد السيل، والريح السودا تيجي دقوا المهابيج. هاي فيروز حبيبة قلبي، حبيبة قلبي الكل فيروز. طبعاً طبعاً على علالة، ونحن بنعرف إنه علالة كمان داخلة بالتراث السوري، بس سبحان الله بتتغنى مثلاً الزلف بلبنان غير ما بتتغنى الزلف بسوريا غير بفلسطين. طبعاً كل بلاد الشام بس في variation بيكون مختلف من منطقة لمنطقة، حتى علالة ولالة بتختلف من سوريا للبنان لفلسطين يعني، وكل واحدة فيها حلاوتها وكل واحدة وفيها حكايتها يمكن كمان.
نعم. هلا في شيء اسمه السحجه، ما بعرف اذا سمعانين فيه. طبعا السحجه مضبوط اكيد، لانه انا لها اعراض كمان. صح مشهوره بالاعراض. نعم نعم. فهي كثير طبعا بتكون دائما في وحده بتكون حافظه كل هي الكلمات اللي بتنقال وبيدعوها، فهي يعني انه احيانا بتكون ما دخلها بالعرس، يعني لا بتقرب لا اهل العروس ولا اهل العريس، وبتلاقوها حاضره وعم تغني بس مشان تجي على السحجه هي ترد وتغني والناس ترد وراها. كمان يعني الجدير بالذكر انه اللهجات اللي موجوده بمنطقه القلمون مثل ما حكينا هن النبك يبرود هدول المناطق. هلا نحن اذا انتقلنا من النبك وتبلينا عن الروح كمان ناحيه الجنوب بنروح يبرود. فاقدر اعطيها كمان من المدن المميزه جدا بالقلمون وبسوريا اكشلي، يعني اقدر اعطيها انت بتفوت عليها بتشعر انه هي دوله يعني اوروبيه ما هي دوله عربيه، حتى تنظيمها تنظيفها الأبنية اللي فيها كلها جديدة ويعني رائعة جدا، وأهل دراعطية كتير محافظين على هاي المنطقة وعندهم يعني تعصب أنه بدهم يخلوها بهاي الصورة. وفيها جامعة، جامعة كتير كبيرة اسمها جامعة القلمون، وهي موجودة بدراعطية لأنه يعني فهذا الشيء كمان خلى أهل دراعطية أكثر يعتنوا ويهتموا بهذا الموضوع. إذا نرجع هيك على يبرود، يعني هلأ نحن عم نروح ناحية الشام. يبرود هي يعني اسم يبرود اجى من البروده، يعني انه اللي بده يروح يتبرد يروح على يبرود. نعم. كانت الملكه زنوبيا وقت اللي بدها تهرب من حر الصحراء تجي على المصيف على يبرود. فاكيد اذا نزلتوا على سوريا ان شاء الله بتنزلوا، كلنا بننزل لازم نروح نزور المغارات والكهوف الصغيره اللي موجوده بيبرود. هاي المغارات اللي هي يعود تاريخها إلى العصر الحجري، بعد موجودة لحد الآن. طبعاً جميع الحروب اللي صارت في سوريا، طبعاً سوريا بتعرف أنه هي يعني مستهدفة من أزل أزلين بسبب غناها يعني وموقعها. نعم الحضارات نعم. فكل الحروب اللي كانت موجودة كانوا يستغلوا هاي المغارات ليتخبوا فيها، لأنه هي بقلب الجبل أنت ما بتشوفها، بتشوف هيك بس شيء صغير بتفوت عليه بتلاقي جوا في يعني في. حتى أنا فايتة على هاي المغارات وزايرتها، يعني على زمان من على زمان العصر الحجري الكرسي طريقتها مثل هاي الطريقة اللي احنا قاعدين عليها، هو محفور هيك مثل المقعد بكبادوكيا بتركيا. نعم بس كانت اعلى، يعني انا وقت نحن كنا نقعد عليها ما يوصلوا رجلين على الارض، وهذا بدل على انه يمكن الانسان كان اكبر او شيء ما بعرف. فيبرود من الاماكن الرائعه جدا للاصطياف، فيها يعني الجو فيها رائع جدا. طبعا اللهجات اللي موجوده هنيك يعني بيضحك الموضوع انه بتستغرب، يعني انه كل واحد بيحكي بطريقه. هلا اهل النبات بيحكوا او بيقولوا مثلا كيفك كيفك، بيبرود بيقولوا كيفك كيفك او كيفك ما بعرف كيف، يعني مثلا بيكسروا الكلمات بالنبك بيضموها، ولانهم هن متاثرين جدا مثل ما حكينا باللهجه باللغه السريانيه. فمثلا في كلمات سريانيه موجوده عندنا نحن بيقولوا بعبعه، انه بيحكي بعبعه، بعبعه هي ثرثره باللغه السريانيه معناها. بيقولوا كل نم نم نم، النم هي الطعام باللغه السريانيه. هذا مستعمله لهلا، انا اليوم بعدنا بقول نم 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 انه عم تاكله حلو كثير بالعيد. واو انا كنت مفكرتها دلع، بس هلا بعد ما عملت البحث عن هالحلقه هي اكتشفت انه واو هي كلمه سريانيه ومعناها الالم. اوكي طلعت مش دلع ابدا. على هالبحث الحلو، لانه معلومات قيمه جدا جدا، وبعتقد لازم كلنا نعرفها، انه في كثير كلمات مستعمله باللغه العربيه لكن هي اصلا اراميه. انا بتذكر ابونا اللي علمنا بالمعهد الموسيقي بلبنان قال انه اللغه العربيه اصلا اللغه الام الاراميه، ومنها طبعا طلعت الدوتر لانجويجز اللي هن اللغه عندك السريانيه والعبريه. عرفت اذا هو كلهم انت بتسمعي اللغات هاي كلها كلمات في منها موجوده اصلا باللغه الاراميه. صح مزبوط. لا في ديما قالت انه نسيتي دير مرموسه والهريسه، انا كثير اسفه لانه هدول يعني اهم شغلتين موجودين بالنبك وراحوا عن بالي، التهيت بام الزلف. دير مرموسه هو دير اكتشفه باولو من الراهب الايطالي. ايطالي. نعم هو مؤخرا يعني من جديد من العصر الكتير كتير كتير جديد، واللي انا كان يعني كنت بتذكر كيف تماما وقت اللي رمموا هذا الدير بعد ما اكتشفوه
اللي رمم هذا الدير من أهالي النبك، شباب وصبايا من النبك وأكثرهم شباب، وأنا كنت بعرف هذيك الشباب، وعلى فترة هيك نطلع عن أنه نساعد يعني، هو نحن نروح أكثر أحيان نلعب سلة، بس أنه كنا يعني واقفين جنبهم. وبعرف حتى باولو يعني شخصيا هو كان يحكي عربي بطلاقة رهيبة، ونبكي بطلاقة أرهب يعني، كان جدا شخص ذكي جدا يعني. فكانوا يعني وقت اللي رمموها ما في طريقة ليوصلوا للدير لحتى يودوا العدة يعني، العدة والتراب والحجارة ليودوها للدير، ما كان في ولا طريقة، لأنه هو عبارة عن الدير بنص الجبل وفي وادي هيك بالنص كتير 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 وعر. فعملوا مثل التلفريك يدوي بالحبال، وصاروا بالإفة، بتعرفوا شو الإفة؟ إيه بالإفة هي السودة هيك، يعبوا الأدوات والحجارة وهي الشغلات وينقلوها على الطرف الثاني من الجبل. فتخيلوا يعني قديش كانوا أخذين وقت لحتى ترمم. هلأ بعد دعم الحكومة ودعم الكنيسة بإيطاليا عملوا درج، فأنت وقت اللي بتشوفهم بعيد مثل سور الصين، عن جد شيء رهيب رهيب رهيب، صرح رهيب. بتمنى من كل المشاهدين أنهم يعملوا سيرتش عن دير مرموسة الحبشي ويشوفوا يعني الروعة والرهبة بهذا الموضوع. كمان في شغلة ربا بدي لك عليها صارت هداك اليوم. لميس زوجة وفا اللي هي صديقتنا، فنحن ما نعرفها، نحن تعرفنا على بعض هون، فهداك اليوم نحن وعم نحكي على دير مرموسة هيك، فقالت لميس أنا بعرفه، فلا أنت رايحة على النبك، طلعت لميس كمان زايرة النبك وزايرة دير مرموسة. يعني تخيلي هالدنيا قديش صغيرة، عنجد الدنيا صغيرة والله. يعني كثير مهم. والهريسة اللي هي منبعها، اللي انت هلا بتروح على المحلات بتقول هريسة، وهريسة هي أساسة أبناء فخر الدين اللي عملوها بالنبك، وبلشت بعدين تنشهر أكثر. بعدين إجت طيبة يعني أكثر شهروها كونهم هن فتحوا على الطريق الدولي، وهلا صارت بكل مكان يعني، صارت تركيا، بالسعوديه، بكندا، صارت الهريسه النبكيه يعني، معروفه حتى بهالاسم الهريسه النبكيه. يعني اصلها من النبك. طبعا من النبك. طبعا في ارمين بيحكي لنا يا الهي كميه المعلومات من تيمو وربا ممكن تتحول الى محاضره جامعيه. انا بحكي لكم ان احنا 3 أسابيع بنناقش كيف الموضوع. طبعا شكر لنسرين وتيما وربا اللي كانوا كتير اكتف على الجروب واحنا بننسق، واعتقد انه هذا الهدف انه نوصل معلومه. تفضل. انا عندي راح ارجع لكم. اوكي. انه نوصل معلومه للجمهور، معلومه تكون دقيقه، معلومه تكون صحيحه، معلومه فعلا. تيما وربا ونسرين عملوا سيرش قوي، وإن شاء الله نقدر نوصل بكل حلقاتنا لهذا المستوى يعني. إن شاء الله. نحن منحيي أرمن. أرمن هو أحد أعضاء الأوركسترا الكندية العربية، وهو عراقي وأرمني وصوته رائع جداً جداً. كان عايش بسوريا. أنا ربع مشان أقول لك هو مشان هيك تعز عليه سوريا. فمساء الخير يا أرمن، ومساء الخير لكل يعني في كتير من أعضاء الأوركسترا الحقيقة عم يحضرونا اليوم، فكمان من حييهم كلهم ووفا والجميع. أبوت طيب. الواو طلعت هي حزينة، ما هي أغنية مثل ما تحلي سرياني عم باكي بالسرياني. طيب وين بدنا نروح بعد؟ تفضلي. شوف ربا حنروح الشام. أوه. على دمشق يعني بعد النبك ومنطقة القلمون حننتقل للشام، شام الياسمين. طبعا الشام يعني مثل ما كنا بنعرف هي عاصمة قديمة، أو يعني هي صراحة أقدم عاصمة في التاريخ، فيها حضارات كتير، مرق عليها حضارات كتير وفتوحات وناس وهيك، وهي اللي أغنتها الحقيقة وأغنت التراث اللي فيها، وهالتنوع الديني والثقافي والحضاري وصل الشام للي وصلت له اليوم. طبعا هي مشهورة بشام الياسمين، لأنه وين ما مشيت بالشام وبشوارعها بتشم ريحة ياسمين، لأنه هي من الزهور اللي كتير بتضل يعني كل الناس بتزرع ياسمين، وبطرقة دائما بتلاقي ياسمين. اشتقنا للشام والله يا دكتور. طبعا الشام انت يعني بتقصدي فيها دمشق. yes. وما حواليها. اوكي، لانه تمام نحن نقول الشام هي دمشق،
تماما. هي دمشق ومرة قلت لنا فيها سور وفيها بواب، يعني هي كانت طبعا دمشق الأصلية خليني أقول بالأصل كانت عبارة عن سور كبير اسمه سور دمشق وفيها مجموعة بواب، باب شرقي وباب الجابية وباب مصلى تحمي دمشق على أساس من الغزوات يعني. وطبعا مع الوقت لا توسعت يعني، صار منطقة السور هي منطقة اسمها دمشق القديمة وهي منطقة رائعة محافظة على طابعة واللي هي بيصوروا فيها المسلسلات، إذا شفتوا مسلسلات الشامية باب الحارة. أيوة باب الحارة وهالمسلسلات البيئة الشامية هي مصورة ببيوت دمشق القديمة اللي معظمها الحقيقة حاليا تحول يا لمطاعم يا ل شو اسمهم مثل أوتيلات صغيرة مثل بوتيك هوتيل بباب وباب شرقي وهدول المناطق اللي هي بتمشي فيها بتشم التاريخ فعلا يعني بتحسه بتعيشه. بعد عندي شويه بروبلمز تقنيه يعني فمش الحال هلا كل شيء تمام. هلا اهلا وسهلا. فهي هي يعني اذا عم نحكي عن الشام وعاداتها ومثل ما ذكرت قبل مرق عليها غزوات وحضارات واديان يعني. فموسيقى دمشق تنقسم يعني خلينا نقول لموسيقى اذا عم نحكي دينيا يعني، في عندنا الموسيقى المسيحيه او اللي هي اثرت فيها كثير موسيقى الترتيل، وصراحه في كثير من طريقه الترتيل طلعت من دمشق يعني طلعت من مقص موجود بدمشق او ناس اخترعت هالطريقه خليني اقول لك اللي هي طرق من طرق الترانيم والترتيل، ومثل ما حكينا السريان اللغه السريانيه والحضاره السريانيه اللي هي انبثقت عن الاراميه اللي اعتنقوا المسيحيه. وبعدين اجانا الوجود الاسلامي والفتح الاسلامي وتحولت شوي الموسيقى تحولت لشيء شرقي اكثر، وطبعا الاذان صار في الفصل شوي بين النساء والرجال، فصار في عندنا موسيقى بتتغنى بجمعات النساء وهي كمان بتطلع كثير بالمسلسلات الشاميه اللي هو في شيء بالشام اسمه الاستقبال، فهن بيعدوا مجموعه نساء حوالين البحر بالارض الديار بالبيت العربي وبيغنوا وبيرقصوا وبيعملوا بيقولوا موسيقى بتعبر عن حياتهم اليومية. والرجال طبعا أكثر ما في موسيقى خاصة فيهم، بس كان في مثلا العراضة الشامية وكان في الموسيقى الدينية والإنشاد الديني. ويعني يمكن لازم نذكر أنه طبعا أبو خليل الأباني اللي هو عميد المسرح العربي وأبو المسرح العربي مو بس السوري، أبو خليل الأباني هو من أحد الملحنين كبار الملحنين لكثير موشحات اللي غنيتيها نسرين بالذي أسكر من عذب اللمى من ألحان أبو خليل الأباني اللي هو بيقرب طبعا الشاعر الكبير نزار الأباني، هو جد عم أو جد يعني في قرابة بينه وبين الشاعر العظيم نزار أباني اللي غنوا له ناس كثير يعني موسيقى بتعبر عن الحالة. وبحب غني شوي من الموسيقى التراثية تبع البيئة الشامية تبع جمعات النساء اللي كانوا يجتمعوا. نحن معك. يلا. هلأ هعمل هيك مدلي صغير شوية قطع ورا بعضها ورح بلش بغنية اسمها الصالحية يا صالحة. الصالحية هي منطقة بدمشق، منطقة من مناطق الشام، وبيغنوا لها بيغنوا هاي الغنية على الصالحة. فيها سوق اسمه سوق الصالحية صح؟ حاليا صارت سوق، بس هي كان في هيك مثل جبل، كانت منطقة تعتبر خارج السور يعني إذا عم نحكي داخل السور وخارج السور كانت شوي خارج السور. وعالصالحية يا صالحة يا جبنة طرية ويا مالحة جبلي وجبلي يا ماما جبلي حلق الألماس إن شاء الله يلبق لي، حكيتو شي لا والله زعلتو شي لا والله وأنا لعنده رايحة وميلي ما مال الهوى يا عيني ميلي يا عيني وميلي ما مال الهوى قومي يا صبية وليموني علموني شمي والله
وأنا أحبابي ظلموني خصم الله. يا لبس الألماس قلبي قاسي، هواك وجع راسي خافي من الله. يا عيني يا عيني يا عيني. يعني لما بتحكي عن دمشق بتحكي عن التاريخ، يعني صحيح. كل التاريخ ممكن يتلخص في مدينة دمشق. نعم مضبوط صح، لأنه عندها عاصمة بالتاريخ ومرق عليها كتير، وكان في عندها تنوع كبير، يعني فيها تنوع ديني، وكانت حاضنة لكتير ناس اجوا عليها، مثل ما كنا عم نحكي للشركس والأرمن، قوميات ولديانات. ففيها غنى، فيها غنى وتنوع، فيها محبة. أهل الشام بيحبوا الغريب، بيحبوا اللي بيجي لعندهم وبيحتضنوه، ومثل ما قلت لك مرق عليها كتير، مرق عليها كتير وظلت صامدة. واللي لاحظته من الأغاني السورية فيها غزل، هذا بحكي لك مخلص يا نسرين، شو رأيك؟ دكتور مخلص بشرقنا، نخلص هلا مش عم نخلص على هلا بالأغاني يعني التراثية السورية. أكيد يعني الواضح جدا هو، أنا بدي أقول إنه مش بس الجرأة، هي هذا الشيء لأنه نابع من القلب وإحساس، عرفت كيف؟ فيمكن في صراحة أكثر، بس هذا دليل إنه الحب، يعني الحب عميق جدا جدا جدا. يعني لما نحكي عن هلأ الحب، وبنحكي بنذكر نزار قباني وقصائد نزار قباني، الله كمان اكيد يعني بتعرف قديش حجم الغزل والحب، يعني بس تقرا القصائد وتشوف العمق اللي فيها اكيد بتعرف قديش عندكم بسوريا الحب قوي. بتعرفي كان مثل ما قلتي كان حب حقيقي، وكانت الدنيا اصلا يعني بسيطه اكثر وحقيقيه اكثر، ويمكن يقدروا يعبروا من خلال هاي طرق التعبير، يعني ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في تليفون، فالتعبير من خلال الأغاني، من خلال الشعر اللي انكتب، الكتابات الحلوة اللي انعملت، كانت وسيلة ليعبروا ويوثقوا مرحلتهم. يعني هي كل فترة في إلى طابع معين وتم توثيقه من خلال الفن. الحقيقة هو واحد من أهم الطرق لتوثيق المرحلة. صحيح. طبعا محمود الخطيب بنوجه له تحية، بيحكي دمشق أقدم عاصمة في التاريخ، ولأنها بلد الحضارات وأم التاريخ، ولموقعها الجغرافي المهم كانت هدفا لكل الغزاة من الغرب إلى الشرق، وإلى الآن لم يتركوها، للأسف هي منكوبة بجمالها، وكما قال الشاعر السوري عمر أبو ريشة: إنه الحسن كم جر على الحسناء وكم أهان حرائرا، عان الله سوريا الكبرى طبعا وحما أهلها من كيد الغزاة. آمين يا رب العالمين. صحيح. ومثل ما قلنا نحن ذكرنا يمكن أبو خليل الأباني، واللي هو عمل كتير موشحات أخذها الأستاذ صباح فخري وغناها، عمل موشحات وعمل قدود، يعني مثلا يا مال الشام من ألحان أبو خليل الأباني، يا طيرة طيري يا حمامة، هذا الحكي كله الحلو كان من ألحان أبو خليل الأباني، اللي بعد فترة طبعا تقال لمصر. طب مين بدي غنينا يا طيرة طيري؟ يعني هذه من الأغاني الفلكلورية الشهيرة. لكان إيه وغنتها طبعا سيدة فيروز، يعني سيدة فيروز غنت كثير من أغاني الموشحات. كانت جامعة من التراث السوري والفلسطيني واللبناني، يعني فعلا كانت هي رمز القومية. أنا بالنسبة إلي فيروز رمز الحب العربي القومي تجسد فيها، لأنه يعني غنت للقدس وغنت لسوريا وغنت لبلدها، ففعلا يعني she's an icon عن جد. فعشان هيك نحن هلا بدنا نسمع يا ربا. يا ترى طيري يا حمامة وانزلي بدمر والهامة، هاتي لي من حب علامة ساعة وخاتم الماس، يكفى عذاب حرام والله أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني
جننتيني على دين العيش حرام والله. الله الله يا رب. دين العيش حرام والله. دين العيش حرام والله. ربي دين العيش. أنا ماليش خاص. منال بتقول لكم يا مال الشام، يعني مش معقول ما تغنوها يعني. يلا بنغنيها سوا. يلا يلا انتوا الثلاث وانا بستمع. انا طلعت. ها لا بلشي بالطبقه عشان انا ما اكون، انا سوبرانو فما بدي انه عادي طبقه تكون اعلى من طبقتك وعرفتي كيف. فبلشي ربا او تمادر مثل ما بدكم. بس احنا رح نقدر نغني مع بعض، مش بيصير في ديلي بالصوت، هاي المشكلة العجيبة. أو واحدة بتبلش وبتكمل اللي بعدها، شو رأيك؟ يعني لا أنا بقول شوي بعدين يمكن بتكملي نسرين وبتكملتي معها، شو رأيك؟ يلا بيل. يا مالي الشام ويلا يا مالي، تعال المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام يلا يا غالي، طاب المقام يا حلوة تعالي. يلا تيما. وعلى المطار صال وطول، راح وانساني وعني تحول. أنا ماني حافظ الكلام. يا ربي صال وطول، لا بتغير ولا بتحول. نعم. طب المقام طال وطول، لا بتغير ولا بتحول. مشتاق لنور عيوني، مشتاق لنور عيوني. يلا تيما. مشتاق لك يا نور عيوني، حتى نعيد الزمن الأول، حتى نعيد الزمن الأول. يلا تعالي يا حلوة تعالي. الله الله. يعني عملنا تريو يا دكتور شمال. يعني هاي سابقة لكنار تي في، هاي تسجل سنعمل عليها. لا وتريو نسائي كمان. شوف شوف الجمال. يعني انا عشان هيك طلعت، عشان هيك طلعت. يسلم هالصوت يا انتم ونسرين، كثير حلو. عن صوتكم يا رب. يسلم صوتك ان شاء الله نعيد الزمن الاول، ان شاء الله نعيد الزمن الاول. انا حابه ما حابه ما نطلع من الحلقه ابدا قبل ما نروح على دير الزور. فتذكروا كيف ذا ان ذا باك اوف يور مايند، انه شوفوا انا كثير من عشاق تراث دير الزور، لانه قريب على العراق كمان شوي، وكثير متاثر بالتراث العراقي كمان. فانا حافظه شوي من تراث دير الزور كمان. بس خلينا نكمل حديثنا. نحن بالشام بنحب نضل بالشام، او بنحب نكرز على مكان ثاني. يعني كل منطقه بدها حلقه والله يعني. فخلينا نطلع على مكان ثاني مع حبنا وتقديرنا وعشقنا للشام واهل الشام. نبعث لهم هيك بوسات ياسمينية يبشو قلبي. طبعاً نحنا بس لازم أقول شغلة عن الشام، نحنا منقبر ومنكفن، يعني نحنا كتير منحب عنف. أوكي. نعم. بس يعني. لا لا بعنف يعني. نحنا يعني منقول الأبار والكفان وتشكل قاسي. تشكل قاسي صحيح. شو هاي تشكل قاسي؟ يعني منقول مثلاً تشكل قاسي، يعني بعيد من هون إنه تجي تحط لي على قبري القاس اللي هو القاس. يعني لما نحب حدا بنقول له ان شاء الله بتقبرني وبتطلع على قبري وبتشكل قاسي وبتكفني وبتقبر عظامي، هيك بنحب يعني. فيعني ما عندنا حب حبيبي وروحي، لا بعنف يعني، هيك كله كلام قوي. فتحيات لهم. هي عرفت الغنية اللي بتقول بهالاسمر اللون، هالاسمراني هالاسمراني تعباني يا قلب ويلي هواراني. فبتحكي على عرق. لا وفي كمان غنية بتحكي على سموكي عرق القاس، بس ما كنت أعرف أنا شو عرق القاس، هلا صرت أعرف شو هو. لك أن هو عرق القاس. هو كناية على أنه بالضبط اللي أنه قد ما منحب الشخص منتمنى أنه يكون معنا وهو بإيديه، يعني يكون يحط لنا القاس على قبرنا ويزورنا. يعني الله يطول بعمر السامعين.
ان شاء الله. القرص هو نبات بينحط على المقابر بالاعياد وقت بيروحوا بيزوروا المقبره الصبح قبل الاذان الصبح، فبتتم رأي من جنب المقابر بسوريا بايام الاعياد بتشمي ريحه القرص، هو له ريحه طبعا عطره جدا. لو بده يحط كل انواع الورود الجوري والياسمين والفل لازم يحط القرص، يعني هو صار تقليد كثير مهم بسوريا عنا. يعني هو ما فيه ورد، هو مجرد نبات اخضر وله ريحه وبنباع بالشوارع بصير برمضان اخر ايام رمضان. سموك وما انصفوا يا عيني، سموك يا عيني القرص أصيلي بين الشجر مشكولي فوق الراس. ذكرت لك ما إن عجل يا عيني والشوك ما ينداس والسر ما ينعطى إلا لخيار الناس. الله يا مايدة مضطون عيني يا مايدة كم اللي بالغنية يعني كمان داخل فيها. هلا نحن بالنسبة لنا يعني بالأوركسترا وقت اللي بيقولوا يا مايلة على الغصون يعني نتذكر الشام، نتذكر ربا، نتذكر نور، لأنه هن نغنوها بكونسرت من الكونسرتات اللي قدمناها روت اللي درنا فيها بكل تقريبا المدن تقريبا كل المدن الكندية، فغنوها ربا ونور كانت كتير رائعة معهم، طلعت معهم شيء يعني رائع. هذا غزل هيك على اللايف. شكرا لا هم شوفي يعني الأوركسترا لما جابت ربا وطماضر ونور وكلكو انتو لقالق جوا هاي الأوركسترا، فيعني وفا عرفي لقي الله يخليكم لبعض. انا عارف انتو عيلة كبيرة ويحفظكم لبعض ويخليكم الأوركسترا، وان شاء الله تضل تسمعنا اغاني حلوة طبعا. نحن اذا بدنا نروح من الشام ونضلنا زين هيك شوي لتحت ننزل على الجنوب السوري، ما فينا ما نذكر سويدا وحوران جبل العرب اللي هنن يعني إلهن لحالهم ثقافة وتاريخ وحضارة ولهجة وأغاني وأكل. المنسف على فكرة نحن في عنا منسف ودائما نحن علقانين مع لميس ووفا، منسفنا أطيب من منسفكم وهن بيقولوا منسفنا أطيب من منسفكم، وعم تجري المعارك دائما بيننا. بيشبه المنسف الأردني مثلا، يمكن قراب على الأردن قراب على المنسف الأردني، بس المنسف السوري تفضل دكتور جمال تفضل. في فرق، اهل درعا معظم المنسف بسموه مليحي، هم بعملوه بالبرغل اوكي. وللعلم اهل الاردن والبدو كانوا يعملوا بالبرغل لانه ما كان عندهم رز، يعني الرز دخيل على حضاره اهل الشام. معظمنا كان قمح، بنزرع قمح، ما في زراعه رز كثير يعني فيه بس مش كثير في بلاد الشام، فكله كان بالبرغل. لا في الاردن تحدث وصار بالرز فقط، هو الفرق في المادة اللي انطبخ فيها. طبعا الرز لأنه حبوب، البرغل أو القمح ما بعطي القوام الكامل، فبحط بصير أكتر مازج يعني بتوكلي، فهي بس هذا، بس هو الطعم الجميد هو هذا المهم واللبن. هلا بسوريا كمان من خلال الريسيرش اللي عملته بيحطوا عليها كبة. كبة صغيرة هيك بتنصف داير من دار المنسف، وطلعت لي صور يعني كثير كنت جوعانة انا عم تابع هذا الريسيرش، والمشكلة انه ما في وقت اعمل منسف. يعني أكلة هي كثير كثير عن جد بتشهي، هاللحم الغنم هيك الموزات وشي خيالي يعني. فكمان وقت اللي منقول السويدة لازم نقول فريد الأطرش وأسمهان اللي هن من السويدة، وهن من عائلة الأطرش اللي هي من أهم وأكبر عائلات بسويدة، وهن الأمراء يعني. يعني أسمهان كانت تقول عن حالة أنه أنا أميرة، أبن عن جد أبوها أمير وجد أمير، نعم بيت الأطرش. أسمهان وفريد أطرش هاجروا على مصر
وأسمهان أكثر انشهرت بمصر، بس نحن يعني بنضل نقول أسمهان سورية حتى لو شو ما صار يصير. جمال سوري كمان يعني ما فيها ما في لا مبينة واضحة، لأنه فعلا حتى أنا لما كنا نروح مثلا من لبنان على سوريا اطلع بأهل سوريا قول سبحان الله فيك تميزيهم دغري دغري، بتعرفيهم من لون عيونهم من بشرتهم من من جد إلهم جمال خاصية يعني فيهم. فحدا بتطلع بالفنانة أسمهان بتحسي فعلا إنه جمالها، مع احترامي لأخواننا المصريين فيهم يعني فيهم جمال مش طبيعي يعني كمان عندهم، بس الفنانة أسمهان فعلا فيها الخاصية هاي من جمال السوري. عندها كان مشهورة هي عندها نظرة بعيونها كانت تستخدمها بعض الأحيان لتجذب الأنظار لها، فعلا إذا بتتابع أفلامها في عندها كان نظرة معينة كانت مميزة فيها وكثير مثيرة يعني. هلا نحن كمان إذا رحنا كمان على حوران لازم نقول فهد برلان اللي هو يعني سيد سهل حوران. وأنا عم أعمل كمان بحث عن فهد برلان، اكتشفت أنه هو متزوج 3 مرات ومتزوج كان لنجوم السينما والتلفزيون، يعني كان عارف الله يرحمه ينقي. فأول مرة أول زواج كان لمريم فخر الدين، ثاني زواج لصبوحة، وثالث زواج لأمال عفيش وجاب منها ولد اسمه إيهاب. فيعني كان ذواق مو بس الموسيقى والأغاني، النساء الجميلات. نعم النساء الجميلات. فنحن يعني هيك وقت اللي منقول أسمهان لازم نقول يا بدع الورد، هيك نغني مقطع من يا بدع الورد. يلا يلا. يا بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوا على الخد الورد الوردي يا جماله. وبنقول كمان لفريد الأطرش غنيتك تبع ورق الشجر، هي الغنية كثير كثير بحبها. احنا عنا بالنبك كانوا كثير وما زالوا طبعا الناس تسافر على الخليج، فكانت أغاني السفر كثير تأثر فينا ونسمعها، فلك تبع ورق الشجر كانت من الأغاني اللي كثير تأثر فينا أنا وصغيرة، اللي هي بتقول لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر، يا حبيبي دخلة تعود بكف غياب وسفر، بكف غياب وسفر، بكف غياب وسفر. Yeah. طب أنا بدي أحاول أغني هاي الأغنية. نعم يلا يلا تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر، لك تبع ورق الشجر كيف؟ نعطيك عود بنصير فريق وحيد. نعطيك للمحاولة على فكرة. كان الأستاذ عبد الوهاب يقول محمد عبد الفنان المصري محمد عبد الوهاب الله يرحمه يقول لو ملكت صوت عفوا لو ملكت صوت راح تبكى بالنافي. أو ماي جاد. هو أنا بدي أوجه طبعا يعني لو ملك ريشة فريد، يعني هو قال لو ملك ريشة فريد لملك العالم، ريشة فريد المشهورة فيها يعني عن جد كان ملحن رهيب، هو يعني ملحن من أعظم الملحنين كان بمصر بأيامه، وصوته لن يعود، صوته لن يعود، يعني كان له صوت خاص خامل صوت مميز. نعم 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 مميزة. هلا إذا نقول كمان فهد برلان لازم نقول غنية من فترة، أنا صار لي فترة معلقة على في فيديو لمطر هيك شاب جديد طالع على الساحة اسمه شادي علي، فعامل وصلة غنائية عم تكريما لروح الفنان فهد برلان، وكانت كتير وصلة رائعة، فاللي بيحب يسمعه اسمه شادي علي الشاب، والوصلة اسمها وصلة تكريم للأستاذ فهد برلان، فغنى فيها غنية كتير كتير أنا بحبها اللي هي يوم على يوم لو طالت الفرقة، لا لا لا
ما نسيت انا يوم ما نسيت انا الرفقه لا 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 عالبالي بعدك يا سهل حوران شرشف قصب ومزين بنيسان عرسك صبايا وطلتك خلان واني غريب اسال عن الرفقه. طبعا يعني صوت الفنان فهد دلان يعني صوت كثير جهوري مستحيل بنت تقدر تغني اغاني فهد دلان ولكن هو نعم نفس تقريبا يعني هو له برضه خامه خاصه زي ما حكينا عن فريد له خامه خاص صوته كان يختلف عن اصوات باقي المغنيين دراماتيك يعني كثير فيها الالمنت اوف دراما يعني روحي نسيم لعندها كاريزما كاريزما في عنده كاريزما نعم. كاريزما والفكاهة اللي عنده على المسرح كمان يعني هاي بيشتهر فيها كثير كثير كان يا الله سوريا شو طلعت أصوات حلوة عن جد نعم. وفنانين يعني طلعت فنانين يعني عن جد ما فينا ما نذكر ريد لحام الأستاذ ريد لحام ما فينا ما نذكر أبو عنتر ما فينا ما نذكر الفنان الرائع رشيد عساف اللي هو من السويدة كمان يعني في أسماء كثير كبيرة إياد الحناوي الفنان الأغنى الفنانة رحلة زنوبيا ميادة بتاليس رائعة جدا يعني ففي أسماء كثير كثير يعني ما مستحيل واحد ما ينسى مستحيل يعني إلا ما هيك ينسى أسماء نعم صحي بس في شغلة أنا نسيت أذكرها وقت اللي قلت عن حكيت عن يبرود نسيت لكم أنه كل ما بنقول يبرود لازم نقول لازم نتذكر كارلوس منعم اللي هو رئيس الأرجنتين اللي هو اصلا نعم اصلا من يبرود واول ما اجى على سوريا اول بلد زاره هو يبرود اللي هي مسقط راسه بمنطقه القنمون وطبعا متى تيبوري اللي هي اصلا من الارجنتين هو كان كثير كثير يعني داعم للمعمل بالارجنتين صدر فورا من الارجنتين ليبرود وبعدين تم توزيعه على انحاء سوريا حلو فهي كانت كثير حلوه انه نذكرها نعم حلو. كمان تفضلي كل شيء بتذكر شغله لا وقت نحكي على الجبال يعني في الكرز كرز الجرد بيقولوا له بسوريا عنا هذا الكرز كل كرزه جد بدون مبالغه قد الخوخه يعني لو ما انا شايفته بعيني بقول لك انه مبالغه بس كثير هذا الكرز طيب يعني نحن اذا شفناهم بكندا بنشوف في كرز كبير بس بتحس انه داخله ما بعرف فيه هرمون في مي في شيء معين ولكن كرز الجرد واللي هو بيتصدر دائما كان لخارج سوريا يعني مشهور بطريقة رهيبة جدا وطيب بطريقة رهيبة جدا وهو يعني بينزرع بالجرد بأعلى منطقة بجبال قلمون واللي هي أبرد منطقة فأنا طالعة بشهر أغسطس شهر 8 على الجرد بشوف الغصن الشجر الزيتون ومحمل هيك بالكرز الأحمر اللي بجنن وتحته في ثلج يعني لسه بعد مو داية بالثلج فكيف هاي التركيبة أنا ما بعرف سبحان الخالق يعني الشيء كان بيتميز فيه هو ما بينسقى أصلاً هو على البعل هذا الكرز وسبحان الله يعني في جوز خالتي هلأ بوجه له تحية كمان الأستاذ هولو عنده مزارع هنيك يعني بيكتب شعر عن هاي الفاكهة وكثير مشهورة فيها منطقة القلمون لأنه بتوزع لكل أنحاء سوريا ولا خارج سوريا حتى قبل الحرب طبعا هلا بالحرب ما التوزيع أنا ذكرت اللي كنت بدي أقوله أن عبد الوهاب الله يرحمه لو ملكت صوت وديع وريشة فريد لملكت العالم نايس قولك انت حاله نايس نشكرك على معلومه تماضر كمان هلا تماضر الاسم شو معنى هلا هو مش تماضر اكشلي هو تماضر بضم التاء اوكي هلا على كمان على اعتبار انه ابي استاذ عربي فاختار اسماءنا كلياتها اسماء هيك يعني اسماء لها معنى واسماء طويله يعني خزامة رزان تماضر هي اسماءنا فراس ديما وريما اخشي هدول الثوم تماضر معناته الشيء الناصع البياض واللي هو على اسم الشاعر الخنساء أوه. عن هذا الاسم نعم
شكرا للمعلومة. انت عيلة كمان مش بس موسيقيا مثقفين موسيقيا، ولكن ايضا مثقفين لغويا كمان. نعم يعني وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ انا بدي اروح بس جيب الشاحن لانه اللابتوب. يلا يلا ربع. هلا بدنا نروح، فينا نروح على الجزيرة. كنت عم تحكي عن الجزيرة السورية. طبعا طبعا الجزيرة السورية هي قريبة من العراق طبعا ومن تركيا، وفيها تعدد قوميات كبير. فيها أكراد، وفيها سريان يلي هن بيحكوا سرياني، وفيها أشوريين، وفيها العرب طبعا، وعايشين مع بعض عيشة ظريفة ومتفاهمين، وكل واحد بيأثر بثقافة الثاني، وبالتالي يعني التراث هو التراكم لهي الثقافات والتجميع لها. هلا اذا بدنا نحكي على الجزيره، مثلا دير الزور، نحكي عن دير الزور واللي هي كثير جيران مع العراق، وغناء يعني هي منطقه تسمى منطقه بدويه، يعني هي غناء اقرب للغناء البدوي، وحلو كثير طبعا. انا بس راح اذكر منه يعني مثلا عندنا الفنان، طبعا كل عاداتهم جدا قريبه من العادات العراقيه، حكيهم ولهجتهم واكلهم بيشبهوا كثير 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 جيراننا وحبايبنا بالعراق. مثلا في احد الفنانين اللي هو دياب، مشهور فنان كثير، حاول يركز على الموسيقى التراثيه، الموسيقى دير الزور، وقدمها مع الفنان دريد دحام بمسلسلاته، يعني قدم على المايا، وقدم ميلي علي ميلي، وما بعرف إذا حضرانين هدول المسلسلات القديمة، مسلسل صح النوم وملح وسكر وملح، وهدول الأشياء اللي قدمها دريد لحام. ويا بردين يا بردين يا أبو صح مزبوط، يعني قدم هو صراحة عرف باقي المناطق على هذا التراث، تراث دير الزور، وأغاني كتير حلوة. الله يطول بعمره، كرم من فترة، هو صار كبير بالعمر تعبان. فخليني أقول شغلة من هالأغاني، والله محتارة أنا أقول يا بردين يا أبو ولا ميلي علي ميلي، ما لي عرفانة شو بدي أقول. مدام حكوها الجمهور يا بردين. يلا يا بردين. يلا يا بردين يا بور دانا، وش قلنا لك يا دادا زعلانا، يا بردين يا بور دانا، وش قلنا لك يا دادا زعلانا، ضربني بخنجره شامي وبصوابه دقدق عظامي، يا ويلي من جرحي ولامي، وطول الليل وعيوني صغرانا. الله الله الله. انا كثير بحب دير الزور، كثير كثير كثير. شو غني لدير الزور يا نسيم؟ اخر فتره اشتهرت فرقه تكات. مزبوط تكات. تكات نعم، تكات فعلا يعني عم بياخذوا اغاني من التراث السوري وكمان من تراث دير الزور، وفي اغنيه كثير بحبها بتحكي على الورده بالشعر، شو اسمها؟ عمدة. لحظه، اللي هي عمدة ما سلم عمدة والغرة شالت وردة. صحيح. عمدة ما سلم عمدة والغرة شالت وردة، والغرة شالت وردة، يسأل عنا وينساني، قلبي شايل ما ودى، قلبي شايل ما ودى، عمدة ما سلم عمدة والغرة شالت وردة، والغرة شالت وردة، يسأل عنا وينساني، قلبي شايل ما ودى، قلبي شايل ما ودى. الله. وتعمقت ولا شوي لشوف هالأغنية هاي لوين طلعت. الأغنية عراقية أظن، بصراوية. مو من الرقة، أنا بعرف هي من تراث الرقة، من تراث منطقة الرقة. الرقة يلا. بس هي غنوها بدير الزور، غنوها كمان بكلمات مختلفة؟ لا، هي يعني هو شوفي انها كثير قراب، يعني هي المنطقة بالآخر مثل ما قلنا، نحن عنا الزلف وانتو عنكم الزلف، ويعني بس هي الرقة ودير الزور قراب كثير، يعني هن مناطق كثير متقاربة، وفي أشياء كثير مشتركة بينهم وبين العراق، يعني حتى الأغاني.
حتى اللهجة شوي مرات عم بتحسي انه عم تتداخل ببعضها. اللهجة تقريبا نفسها، يعني الحقيقة متشابهة لدرجة كتير كبيرة وكتير بعيدة عن اللهجة الدمشقية أو الحلبية أو هي، لا هي متشابهة بشكل كتير كبير لأهل العراق. وطبعا هن أهل، في حدا هلأ ذكر هن أهل نشوة، هن عربان يعني أهل نشوة، أهل هيك نخوة، سوري، شهامة، كريمين كتير فيهم هذا لسه الحس. في قبائل مثلا في من عندهم؟ يس طبعا 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 لسه لهلا في قبائل وفي بدو، وبيعيشوا على، في منهم جزء بيعيش على الغنم يعني رعيان. فهي منطقه لها كمان ثقافتها وحضارتها الخاصه، ومثل ما قلت هلا مثلا عندنا القامشلي، القامشلي يعني عندنا منطقه اسمها القامشلي او القامشلي، والحسكه هن كمان قراب، بس هنيك في عندنا تنوع أكبر بالناس الموجودة. فعنا مثل الأكراد، عنا الناس اللي بيغنوا السريان، عنا الآشوريين، وكمان موسيقتهم بتشبه كثير، أو في العراقية بيقولوا إنه هي تبعنا، وهن بيقولوا إنه هي تبعنا. طبعا أنا حابب أوجه رسالة أو شكر لفرقة نانا اللي شهرت الفولكلور برقص شعبي جميل جدا. فرقة نانا من الفرق السورية المشهورة، ويعني انا بس انانا صحيح، انانا انانا يس، فرقه انانا فرقه رقص مسرحي تعبيري، كانوا يقدموا المسرحيه بشكل راقص رائع رائع رائع. بنوجه لهم تحيه كثير 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 كبيره لانه عملوا شغل كثير حلو. كانه الاسم كمان انانا، كانه الاسم كمان محفوظ من هو كمان ايه مربوط بشي حدا من الالهه القدماء من احد الحضارات القديمه. صحيح صحيح. الأستاذ ثائر بيحكي الأمنية الجزراوية. أوكي. إيه. هلأ أنا ما بعرف الأمنية الجزراوية، بس مثل ما قلت لكم أهل القامشلي والجزيرة بيغنوا شيء بيسموه مردلي، مردليات، أو أوكي. اللي هن لهم طابع خاص وبيشبه غناء الموصل بالعراق. أوكي. مثلا في واحدة من الأغاني نحن نقول تبعنا والموصل بيقول تبعنا اسمها يردلة سمرة قتلتيني، وبعدها رح أقول شغلة كمان. تفضل. يلا. يردلة يردلة سمرة قتلتيني، خافي من رب السماء وحدي لا تخليني، أبوكي أسمر حلو مسك علي ديني، أنتي على دينك وأنا على ديني، وبرمش عينيك الحلوين ضلالي ضلالي، حطوا قلبي سكاكين حلوة ومدللة، شارع المحطة طويل ضلالة ضلالة، تتمشى هاك البنات حلوة ومدللة. الله 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 الله. هذا شوية غناء جزراوي المردلي اللي كانوا عم يذكروه، وهن في لهم طبعا دلالات انا ما بعرف الحقيقه، اللي هن الدلاله ويردله. يردله كمان اسم بيقولوا انه اسم وحده بنت كان يحبها واحد، يعني هي هو مسلم وهي مسيحيه، وهذا شيء من هذا التراث. طبعا هن بيغنوا بالسرياني كمان، بس انا ما بعرف السرياني، بيغنوا بالاغاني السريانيه. وعندنا الاشوريين كمان لهم اغانيهم كثير منطقيه، ولهم رقصات تاخذ العقل، دبكتهم دبكه مختلفه وجميله جدا جدا جدا، وموسيقتهم جميله جدا مختلفه شوي عن موسيقى الداخل هيك اللي بسوريا. مثل ما قلتي تبع الرقه هي عمده ما سلم عمده حلوه كثير. انا بس بعد اذنك يا ربا شويه، بس حابب اذكر انه هذا البرنامج هو وجد لجميع من يسكن الوطن العربي من الشرق الى الغرب من الشمال الى الجنوب. اي حدا بحب يظهر ثقافته، فولكلوره، تاريخه، بحب يحكي عن الأقليات وعن ثقافتهم وفولكلورهم، إحنا مستعدين باستضافتهم، سواء أكراد، سواء سريان، سواء شركس، سواء أرمن، سواء من أي، يعني أكيد راح يكون كتار، وبنرحب فيهم. أي حدا بيعرف حدا ممكن يوصل وصل هاي الرسالة يتواصل معنا، وإن شاء الله حنسك لحلقة ننسق لحلقة قريبا. تفضلي ربا، سوري. نحن بتخيل نحن كثير يمكن طولنا على الناس، ما بعرف قديش لسه معك الجمهور قاعد، فاحنا معك.
إذا الجمهور قاعد نحن قاعدين. طيب أنا رح أقول شيء من تبع الرقة، من تراث الرقة. يلا. ما بعرف قديش هو تراث الحقيقة. هو كان في كمان تغنى بأحد المسلسلات، كان في شخصية إنه هي من شخصيات بدو الرقة. رح أقول شوي بسيط ونشوف قديه مختلفة الموسيقى هنيك. والشمس هفت غابت ويا محبوبي دخيلك خلي كلنا يمنا وهموم القلب تشكيلك وبعد عيني الغالي ويا من زينك بعيونك ولا تخلع على حفاف البيت وبركي السنة يجوزونك. الله الله. انتوا لاحظتوا قلبي قلبي مش قلبي، اللهجة حتى اختلفت. قلبي قلبي صحيح صحيح صحيح. وهذا جمال القلب طبعا، قلبي هو القلب الصغير. يعني قديه فينا نغطي بحلقة؟ بتخيل كتير قليل، لأنه برق مثل إذا كانت الشركس، يعني كتير لازم نحكي قديه الشركس عندهم رقصة تاخد العقل طبعا. ولهلأ الشركس اللي بسوريا حافظين على ثقافتهم وعلى موسيقاهم وعلى رقصاتهم وجمالهم وجمالهم طبعا ما شاء الله جميلين جدا. أنا شركسية بس من الأردن. الشركس جميلين جميلين وعندهم ثقافة جميلة مثلهم، وعندهم رقصات بتاخد عقل فيها هيك رقي ورفعة، ويعني رائعين كمان. هن جزء من هذا التمازج الثقافي السوري. احنا للأسف لازم يعني أتوقع أنه نوصل للمحطة الأخيرة اللي هي النهاية. أنت كنت محضرة لنا آخر دقيقة من القصيدة اللي بدأنا فيها، هنحطها للجمهور. نعم. شو رأيكم تسمعوها معنا؟ يلا. هي الموسيقى يلي تم اكتشافها بأوكرة. سامعينها؟ سامعين؟ يلا. الله الله يعني هاي الموسيقى انت حكتي لي عمرها آلاف السنوات. مزبوط، عمرها 3500 سنة قبل الميلاد. عندك كأنه حكاية. أنا غمضت عيوني وعم بسمعن باللحن ونغمات المقامات، فيها حكاية يعني. وأنا كثير مبسوطة إنه هاي مدونة موجودة وتنفذت
بعمل أوركسترا وعم تتنفذ من عدة أوركسترات، لو راح يحفظها طبعا التاريخ يعني. يعني عن جد شيء رائع، أكثر من رائع. يعني نحن محظوظين أنه نحن ببلاد مليئة بالحضارات، تأثرنا منها كثير، كان فلسطين، لبنان، سوريا. نحن بلاد فيها حضارات كبيرة وقديمة، وتأثرنا وعشنا ونمينا وجيناتنا فيها هاي الحضارات، جيناتي وجيناتك والجمال والتيمة. الحمد لله اللي كنا ببلاد نفتخر أنه نحن منها. والحمد لله أنه دائما نقول شغلة أنه ما ننسى أنه الموسيقى هي جسر محبة، وجسر لغة عالمية. فعلا لغة عالمية ربطت الحضارات ببعضها، ربطت الناس ببعضها. الموسيقى لا يعني إلها نكهة وإلها طعم، لكن الموسيقى هي أكبر من أي خلاف، أو أكبر من أي خلافات سياسية أو دينية أو شيء. هي موسيقى، هي شو بتقول لك يعني؟ هي سلام للروح. ربطتني اليوم بثلاث كنارات، ثلاث كنارير ولا إيش بدي أسميهم. يعني أنا اليوم بتشرف كنت معكم، وبالعكس انبسطنا كتير. طماطر، بتحب توجهي رسالة بالنهاية لجمهورك للي سمعوك؟ يعني أنا بس بدي أتشكر أول شيء كل اللي ضلوا سهراني معنا لحد الآن، إن كان بكندا وبأمريكا وبسوريا وبكل مكان، سعودية. بدي بس أقول شغلة، أنه للأسف بسبب الحرب اللي صارت على سوريا مؤخراً، صرنا وقت اللي بنعمل سيرتش عن سوريا أول شيء بيطلع لك صور الدمار وصور الشهداء وصور. ونحن حبينا أنا وربا نورجي الصورة اللي هي نحن كسوريين بنحب هاي الصورة اللي تضل مرفوعة، وهي الإيمج اللي بنفتخر فيها، وبنفتخر أنه نحن ربينا تعلمنا بمدارس بهاي البلد، ربينا بحضارة هاي البلد. على فكرة أنا وربا تزوجنا وانتقلنا للسعودية، انتقلنا لكندا، نحن عم ننتقل من بلد لبلد، بس سوريا جواتنا عم تنتقل معنا. يعني نحن لو طلعنا من الوطن، الوطن ما عم يطلع منا. يعني نحن موجودين بسوريا يعني شاء من شاء وأبى من أبى، ولا في قوة بالعالم تقدر تطلعنا من بلدنا. كثير كثير بتشكرك دكتور جمال على هاي الحلقة، بتشكرك نسرين، شكرا ربا، شكرا كثير أنه فتحتونا مجال نعبر نحكي عن شيء. مثل ما قلنا أنه نحن بدنا نرجع العالم تشوف صورة سوريا الحقيقية، بعيدا عن الدمار والحرب والمشاكل اللي صارت مؤخرا. فإن شاء الله نحن بدنا نشكركم يا رب. يا رب إن شاء الله نلتقي جميعا كلنا بسوريا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. امين يا رب. امين. شكرا لكم على كل هالمعلومات القيمه، وانا بعرف قديش وقت يعني نحط بموضوع البحث عن كل هالمعلومات هاي لحتى توصلنا اياها بامانه ربا او تماضر. يعني شكرا كثير كثير لكم. انا تعلمت اليوم شخصيا منكم، وبكل تواضع بقولها في معلومات، يعني بشكركم على التصحيح حتى كمان. يعني نحن هذا هدفنا بقناة كنار، إنه المشاهد يتعلم ويستفيد، وبنفس الوقت يعلم ويوصل المعلومة كمان للأجيال الجاي، للأجيال القادمة. وبنتمنى يا ربي الله يهدي البال بسوريا وبكل بلادنا العربية. ونحن بالنهاية نحن شعب واحد وإخوة، وما منرد على خطابات العنصرية والكراهية. لو مهما حاولوا يفرقونا، لو مهما حاولوا، نحن منضلنا شعب واحد وقلب واحد. صحيح. ربا، يلا. أنا مثل ما طبعا ذكروا، أنا كتير انبسطت اليوم، انبسطنا بالإعداد لهالحلقة الحقيقة. يعني مثل كنا هيك عم نشتغل، شو بدنا نقول، شو بدنا نطلع، قدي صورة حلوة عنا فينا نفرجيها للناس. استمتعنا بالإعداد واستمتعنا بالحلقة اليوم، وبتمناها ما تخلص. اعذرونا اللي طولنا عليكم، أخذنا ساعتين يمكن من الوقت. يعني دكتور جمال، أنت دائما يعني أنا شو بدي أقول لك، شهادتي فيك مجروحة. يعني داعم ومبتسم وإيجابي، ومحبتك بقلبنا يعني أنا وكل الأوركسترا الحقيقة كبيرة كتير كتير. ونسرين، ما أحلاك، ما أحلى طاقتك، ما أحلى صوتك، شو انبسطنا معك. وإن شاء الله لازم تجي على كندا ونغني مع بعض ونستمتع بعد الكورونا. الحلو فيكم انتم بتحسسوا يعني اللي معكم انه انتم جو عائلي، عيلة. يعني هذا
من احلى ما فيكم انه الموضوع مش بس موسيقى، الموضوع كمان هي موسيقى وعائله موسيقيه كمان. صحيح نسرين، كل اللي بدخل كنار بصير جزء من العائله. والله سهروا مثل يعني من سوريا ومن سعودية ومن ألمانيا، يعني الناس سهرت كثير كثير. شكرا لكم وشكرا لأهل كندا، وصبحوا على خير. انت بالأهل نسرين عليكم يا رب، كل عام وانتم بخير. طبعا كل عام وانتم بخير. انا باسم كنار تي في، باسمي وباسم نسرين، حابب نشكر الرائعتين الجميلتين. بكفي انه نحكي السوريتين ربا وطماضر. نشكرهم من القلب، كانوا معنا بحلقه رائعه جدا، ساقوا فينا بين ربوع سوريا من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، وما احلى ما راينا، راينا شيء جميل. طبعا واحنا بنحكي الاستاذ الشاعر الكبير احمد مراد بعت لي قصيده نزار قباني، ولما قرأتها صراحة دمعت عيني. بدي أقرأ منها 4-5 سطور بس. هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح، أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا، زراعة القلب تشفي بعض من عشق، وما لقلبي إذا أحببتم جراح. بدي مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح، للياسمين حقول في منازلنا، وقطة البيت تغفو حين ترتاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهيل فواح. اي والله، اي والله بكيتنا يا الله. فعلا الشام بتصدر محبه، ودمشق بتصدر، كل سوريا طبعا، بس لانه نزار قباني ابن دمشق العريق بتصدر محبه لكل الناس. ان شاء الله الله يطعم هالمحبه يا رب. امين يا رب. احنا بندعي لاهل الشام واهل سوريا ودولنا العربيه كلها، ان شاء الله ربنا بيزيل عنهم الغمة ونرجع بلادنا زي موعناها وأحسن إن شاء الله. ترجع أرض سلام، خلقت للسلام ولتعيش بسلام. ربنا يحمي أهلنا في سوريا وفلسطين وباليمن وبليبيا وبالعراق وبالأردن وبالسعودية وبالخليج وباليمن وبالمغرب وبالصومال وبموريتانيا. ربنا يحمي الجميع يا حابب ننهي، لأنه تصبحوا على خير إن شاء الله، أيامكم كلها حلوة، كل عام وأنتم بخير.